مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حديث القاهره الثلاثاء 7 سبتمبر 2021. يوم جديد، يوم مليء بالاحداث والتفاصيل والحكايات. تقريبا جزء كبير مما يحدث مبشر ومطمئن ويدعو للتفاؤل ببكره، ويدعوني ان انا مس على كريم عوض واقول لها مساء الخير. مساء الخير يا خيري، مساء الفل عليك وعلى كل الناس اللي بتتابعنا. طبعا يعني خيري من امبارح هو عنده اخبار يعني متشوق ان هو يقولها لكم النهارده، ودي طبعا كلها متعلقه باللقاء اللي هنذيعه النهارده في اخر الحلقه مع السيد وزير التربيه والتعليم، واللي قال مجموعه من الاخبار اللي يمكن شويه يعني هتجاوب على اسئله الناس اللي متخوفه واللي قلقانه من حاجات كتير قوي بالنسبه للعمليه التعليميه مع بدايه السنه الجديده. لكن الاحداث التي تشهدها مصر ايضا هي احداث خلتنا النهارده نقف قدامها، ولانها بتجاوب ايضا على اسئله المواطنين، المره دي على لسان رئيس الدوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي في الايام الاخيره حريص على ان يطل على الشعب ويطمنه. يطمنه ليه؟ لان في ضريبه جامده قوي للاصلاح، ضريبه كبيره بيشارك فيها الشعب بالجزء الاساسي. اي تغيير في الوجود، اي بناء، اي تعديل مسار اقتصادي بيستلزم قرارات قاسية. القرارات القاسية نازل جاءت كجزء من خطة التأمين، لكن لازم التعويضات تكون مناسبة للناس اللي هيتضرروا من ده. موضوع مهم جدا انطرح النهاردة، وهو لماذا نتجه بهذه القوة لميكنة جميع الإجراءات الموجودة في الدولة، سواء كانت إجراءات ضريبية، جمركية، كل الأشياء والمؤسسات. وقال إن أنا أتمنى أن يكون هناك ميكنة لكل الخدمات التي تقدم للمواطن، والعلاقة بين الدولة والمواطن تكون كلها مميكنة. ليه؟ قال علشان عايزين نقضي على الفساد ونمنعه تماما حتى لو تكلف 100 مليار جنيه. قال الفساد مش هيتواجه غير كده. الرئيس كمان شدد على نقطة مهمة جدا، قال انه مش هيسمح، لن يتم السماح بدخول اي بضائع الى مصر الا وفقا للمعايير الاوروبية، ليشتري المواطن احتياجاته باطمئنان بناء على جودته. احنا كنا بنستورد حاجات، في حاجات كانت بتدخل مصر غير مطابقة للجودة. طيب الحل ايه؟ ان احنا هنجيب اوروبا بتستورد ايه معايير الجودة بتاعتها، اللي هيدخل مصر هيبقى بالمعايير ده. يا سلام لما ده يحصل، هتشوفوا حاجات كتير بتختفي من الأسواق جودتها ضعيفة جدا، وهتشوفوا حاجات بنفس السعر بس جودة مختلفة. ده هينطبق على الأكل والشرب، على اللحمة اللي بناكلها، على الفراخ اللي بناكلها، على الأساس اللي بيدخل لنا، على الأدوية، على أي حاجة في الدنيا، لأن عندنا معيار أوروبي. خلونا نروح لعناوين الأخبار ونرجع تاني مع مجموعة من قصصنا الإخبارية الهامة والمبهجة. هذه كانت عناوين الأخبار على مدار اليوم، ولكن على مسار قصصنا الإخبارية أحب أطمنكم على ما يتم في حالة الشاب كريم الذي يعيش في غيبوبة دماغية في مستشفى بالإمارات بمدينة دبي. اليوم في الصباح والد كريم جاله اتصال من السيدة السفيرة أو الوزيرة نبيلة مكرم، بلغته أن توجيهات السيد الرئيس قد صدرت بنقل كريم، وأنه هيدخل مستشفى عين شمس التخصصي، وأن تم تكليف السيد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بمتابعة الأمر. بعدها مباشرة جاله تليفون من مكتب مصر للطيران، قال له عندنا تعليمات عشان هننقل كريم، عايزين نعرف البيانات، وخدوا منه البيانات وبيانات الوالد ومين اللي هيكون معاهم وكده، لان ده بيحتاج تجهيزات خاصه في الطياره. ثم فوجئ باتصال اخر من مكتب سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي. وهنا لازم نشكر هذا البلد الشقيق وهذا الرجل الإنسان العظيم، كتر ألف خيره. المكتب بلغ أبو كريم بأن الإمارات هتتحمل بالكامل تكاليف العلاج اللي هي تزيد عن 1 مليون جنيه، بقاله أكتر من 11 شهر في عناية خاصة، وأن في فريق طبي على أعلى مستوى هيرافق كريم لحد ما يستقر في المستشفى لمصر مجانا وهدية ودعما من الإمارات العربية الشقيقة.
طبعا احنا بنشكر الامارات وهذا المتوقع منهم، وبنشكر الدكتور فضيل سمو الشيخ محمد بن زايد، ولكن الشكر الخاص للسيد رئيس الجمهوريه واجهزه الدوله، سيد رئيس الجمهوريه اللي تعامل مع مواطن فاقد وعيه من اكثر من سنه وظروفه سيئه جدا. تعاطف الرئيس مع الاب، احساسه بيه، احساسه بان اب عايز يرجع ابنه ايا كانت الاحوال او النتائج الى وطنه، امه تشوفه ويخفف المعاناه اللي عايش فيها الاب، هذا شعور رئيس يحافظ على كرامه ابناء الوطن، حريص انه يستجيب لمجرد قصه اتعرضت في التلفزيون، ولكن ان الرئيس يسمع سؤال بيشغلني، هو الرئيس بيجيب وقت منين علشان يشوف ويسمع ويتنقل اكتر من مكان ويفتتح مشروعات ويعمل اجتماعات علشان يناقش وبعدين يسمع قصة مواطن بيئن فيستجيب لي؟ شكرا سيادة الرئيس. طيب خلونا نعرف هو ايه اللي هيحصل لما يوصل كريم. كريم هيوصل في مستشفى عين شمس التخصصي لاستعدادات السيد الدكتور خالد عبد الغفار، كلف الدكتور محمود المتين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس التخصصي. تعالوا نعرف إيه اللي هيحصل. مساء الخير يا دكتور علي. أهلا مساء الخير يا فندم. مساء سيادتك. أهلا يا فندم. دكتور علي أهلا بيك معنا في حديث القاهرة، ويعني عايزين نعرف التفاصيل، يا ترى المستشفى تلقت أي تقارير طبية عن حالة كريم اللي هيوصلها، وإيه هي الاستعدادات اللي موجودة في المستشفى علشان حالة شبه دي؟ أهلا بيك يا فندم. في الحقيقة منذ أن قام السيد الرئيس بإعطاء توجيهاته إن إحنا أخونا وابننا المواطن كريم اللي هو محتجز في أحد مستشفيات دبي بعد إصابته بضربة شمس في شهر 8/2020 ومناشدة الأب لسيادة الرئيس، فعلا وجه الرئيس بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة عندنا في المستشفى لاستقبال كريم ويعني عمل كل اللي هو محتاجه. وبالفعل النهارده فعلا تلقيت اتصال من السيد وزير خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لتوفير كافه الامكانيات المطلوبه، ايضا تلقيت اتصال من مدير مكتب مصر للطيران في الامارات، تلقيت اتصال من الطبيب المعالج لابننا في الامارات لشرح الحاله، وتم ارسال طبعا تقرير طبي كامل بالوضع اللي ابننا فيه، واحنا فعلا يعني فعلا بنرتب لاستقباله على اعلى مستوى، و طبعا ده محتاج استعدادات جامده جدا من حيث الاطباء، الاماكن اللي هيقعد فيها، الاجهزه اللي هتساعده في العلاج، وان شاء الله كل ده متوفر يعني باريحيه شديده في مستشفى عين شمس التخصصي. دكتور علي بناء على التقرير اللي وصل لحضرتك، ايه هو تقييم الحاله المرضيه لكريم؟ بص يا فندم، هو كريم في شهر 8/2020 اصيب بضربه شمس، وكان بيصاحبها فشل في بعض الاجهزه زي الكلى والكبد وبعض الاجهزه الاخرى، تم عمل جميع الاجراءات الطبيه بصراحه بقوه شديده جدا في الامارات. الكريم وصل لمرحله ان بقى عنده شق حنجري، لانه طبعا كان فاقد الوعي منذ ان دخل المستشفى، لم يسترد وعيه منذ هذا الحين، وبالتالي يعني تم عمل بعض الاجراءات الطبيه للمحافظه على حياته، تم عمل شق حنجري للتنفس، في انبوب التغذيه في المعده للحصول على التغذيه اللازمه، وبالتالي هو دلوقتي في مرحله اسمها فيجيتيتيف ستيت، يعني هو غير مدرك ما يدور حوله. ده اللي هي حاله الموت الدماغي. لا مش موت دماغي يا فندم. هو غير مدرك، هو يعني بيقدر يفتح عينيه لكن غير مدرك بما يدور حواليه. انا شفت فيديو صغير بعته لي والده، هو مفتح عينيه وعينيه بتتحرك بالفعل بالظبط، ولكن بالزبط. هو غايب تماما. هو ده اسم المرض اللي حضرتك بتقوله او الحاله الطبيه؟ ده فيجيتيتيف ستيت. طيب دي حاله قابله للتدخل مثلا، تدخل جراحي؟ ايه نوع التعامل اللي ممكن بيتم مع حالات مشابهه لدي؟ بصراحه ده الجزء الاول من السؤال، والجزء الثاني خليني اقوله عام شويه، فكره ان السبب هو ضربه شمس، هل ضربه الشمس للدرجه دي شيء خطير فبالتالي كلنا من المفترض ان احنا ناخد بالنا منها؟ بصي حضرتك، العلاج في الوقت الحالي هو حاجه اسمها سبورتيف تريتمنت، المحافظه عليه، بمعنى اخر المحافظه على التغذيه، المحافظه على التنفس، المحافظه على ان هو ما يجيلوش اي نوع من انواع العدوى، ما يجيلوش قرح فراش، يعني املين من الله سبحانه وتعالى قد تحدث معجزه ويرجع كريم تاني. طول ما هو حضرتك في روح ففي امل في الله سبحانه وتعالى انه قد يستعيد امره ويستعيد وعيه ويرجع تاني طبيعي، طبعا دي معجزه من ربنا سبحانه وتعالى، لكن لن نفقد طبعا الامل، فلازم، لان لو فقدنا الامل مش هنعالجه، فاحنا لازم نعالجه بقوه، بالعكس ده بيحتاج رعايه شديده جدا
للحفاظ عليه، عشان في الوقت اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يأذن ان هو مثلا يرجع كويس يبقى في حالة طبية سليمة. نقدر نطمن الناس ونقول لهم ان عندنا امكانيات وعندنا مستشفيات قادرة على مواجهة الحالات الصعبة، وانه هيجد عناية شبيهة ولا تقل عن العناية اللي لقاها باهتمام شديد في الامارات رغم انه مواطن عادي جدا. والله يا استاذ خيري احنا الخدمة والرعاية الطبية في مصر تقدمت بشكل عنيف، احنا مفيش حاجة مش عندنا. نعم. وانا عايز اقول لحضرتك ان الطبيب اللي كلمني من الامارات هو طبيب مصري. نعم. فيعني هو بيتلقى هناك العناية من اطباء مصريين، وهنا اللي هيعالجوه اخواته المصريين. كل الامكانيات حضرتك متاحة ومتوفرة يعني بأريحية شديدة، مفيش حاجة ناقصة عندنا الحمد لله. يعني الحمد لله احنا وصلنا في مجال الرعاية الطبية لمرحلة كبيرة جدا الحمد لله. الحمد لله. احنا بنشكرك جدا دكتور علي الأنور مدير مستشفيات جامعة عين شمس، بنشكر الدكتور خالد عبد الغفار طبعا، الوزيرة نبيلة مكرم، وقبل كل شيء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، نموذج إنساني لتكاتف دولتين كبار بزعيمين كبار لمواطن، مواطن بيمر بظروف صعبة. ندعو الله وأرجوكم وأناشدكم باسم أمه وأبوه أن أنتوا تدعوا له، ربنا قادر على كل شيء. هو كل مريض يا رب في كل مكان. الآن ما زالت تداعيات رحيل الكابتن حسام البدري والجهاز الفني عن منتخب مصر موجودة على الشارع، والتساؤلات والتكهنات يعني لم تترك أحد، الجميع تكهن والجميع يتساءل من سيخلف البدري في قيادة الفراعنة، وخصوصا أنه لا يوجد هناك وقت كبير حتى المواجهة القادمة التي سيقوم بها منتخب الفراعنة في الجولة القادمة. أسماء كتير موجودة وبرزة على الساحة، هل يا ترى في أزمات هتحصل نتيجة رحيل البدري، ولا إن الموضوع سيكون بسلام، ولا أزمة الشرط الجزائي أو حتى تدخلات أخرى؟ كل دي أسئلة هنحاول ان احنا نعرف اجابتها من خلال ضيفنا العزيز الزميل العزيز على الهاتف الناقد الرياضي الاستاذ احمد درويش رئيس القسم الرياضي بالقاهره 24. اهلا بيك، اهلا بيك يا استاذ احمد، منورنا في حديث القاهره. اهلا بيك يا استاذه كريمه، واهلا بالاستاذ خير رمضان. اهلا وسهلا، دايما دايما بتواجد مع حضراتكم، ويا رب دايما موجود معاك. السعاده لينا، وبنهنيك مقدما على البرنامج التلفزيوني الجديد وعلى انتقالك لموقع كمان محترم ومهم زي القاهره 24. اشكرك يا استاذ خيري، انا بشكرك جدا جدا على المباركه دي والله. ربنا يخليك. بص بقى، انا ببارك لك عشان اسالك سؤال من صحفي لصحفي. بقى انا من اسئله حضرتك الصحفيه. لا ما تقلقش، احنا زملاء، ويعني ممكن انا دايما بحب الصحفيين بتوع المعلومات شطار. يعني هو ايه السبب في ان النار اتفتحت مره واحده وبهذا العنف وفي كل القنوات على حسام البدري ومن كل الاعلاميين في لحظه واحده في مباراه انتهت بالتعادل لان الاداء كان وحش، وانت على راس المجموعه وانت صعدت الى بطوله افريقيا؟ انا هنا لا ادافع عن حسام البدري، انا بسال هي ليه الحرب كانت بهذا العنف والقرار؟ احنا اتغلبنا 6 من غانا قبل كده، واتغلبنا 5 من السعوديه في بطوله القارات، واتغلبنا كتير وما وصلناش كتير، وما كانتش القرارات او الحاله بتبقى جماعيه كده. من وجهه نظرك هو فيه ايه بالظبط؟ طيب بص يا خير عشان نوضح الامور ونحطها في مقام صحيح. تمام. كابتن حسام البدري على مستوى النتائج، على مستوى النتائج هو لم يخسر اي مباراه سواء رسميه او وديه، عشان نكون منصفين في الوصف الدقيق للحاله عشان اللي بيسمع حضراتكم يبقى فاهم القصه ماشيه ازاي. القصه ماشيه ان احنا كان عندنا 6 مباريات في تصفيات كاس الامم افريقيه، منتخب مصر بدا بدايه ضعيفه جدا في مجموعه كانت ضعيفه جدا 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 فيها توجو جزر القمر، وبالتالي الاداء ما كانش مقنع، ما كانش مرضي، تعادلات ثم صعود متاخر لكاس الامم الافريقيه، فساب انطباع سيء عند الجمهور المصري. ناهيك عن ان كابتن حسام البدري يعني الفتره الاخيره ما كسبش وسط الاعلام قوي ووسط الجماهير قوي، خصوصا جماهير النادي الاهلي، لانه عنده على خلفيه بقى رئاسته نادي بيراميدز ورحيله على النادي الاهلي، فكان ما كانش عنده ظهير، ما عندوش ظهر ظهير اعلامي قوي او جماهيري قوي. خلينا نقول تمام، ده الوصف الدقيق لقصه الكابتن حسام. كابتن حسام فرط في ابسط حقوقه اللي هي انه ما تمسكش باقامه مباريات وديه
قويه واختبارات المنتخب مصر، وفقد فرص كتير ان هو يحافظ على تجانس او يعمل شكل لفرقه منتخب مصر، مما وبين قوسين اضعف منتخب مصر في التصنيف الشهري للمنتخبات الافريقيه، وجعله يتدنى المركز السادس افريقيا بعد منتخبات تونس والجزائر ونيجيريا والسنغال. تمام؟ ايوه. الكابتن حسام بدا تصفيات كاس العالم في مجموعه ليست بالقوي. المجموعه عايزين نبقى فاهم بس الناس تسمعنا، مجموعه متوسطه يعني. الاتحاد الافريقي قسم 40 دوله افريقيه الى 10 مجموعات. بيصعد اول كل مجموعه، يبقى كده 10 فرق هتصعد الى حاجه اسمها التصفيات النهائيه. التصفيات النهائيه بياخدوا بتتقسم الى مستويين، مستوى اول ومستوى ثاني. خمسه بيصعدوا الى كاس العالم. مصر لو صعدت من المجموعه وده امر منتظر على وضعها ده وبالمؤشرات دي كانت هتبقى مستوى ثاني. يعني هتقابل يا الجزائر يا تونس يا السنغال يا نيجيريا لانهم مستوى اول. نعم. ادي حاجه. الاداء هو هنا مربط الفرس يا استاذ خير يا استاذه كريمه، اداء المنتخب. الناس خايفه. انت لعبت 8 ماتشات رسميه وماتش ودي وكلهم منتخبات من المستوى الثالث والرابع. هل تعلم يا استاذ خير يا استاذه كريمه ان منتخب الجابون اللي انت كنت بتلعبه زي ما في لعيب بيلعب في ارسنال اللي هو اوباميانج، في لعيبه بتلعب في الدرجه الثالثه والرابعه من الدوري الفرنسي؟ فطبعا المستوى كان مؤذي. عشان كده الناس هاجت وصارت وانتفضت من اجل ان احنا عندنا وقت نصحح مسار. ليه نصحح مسار؟ لان احنا عندنا دلوقتي ليبيا لو كسبت الماتش الجاري دلوقتي امام انجولا هتتصدر المجموعه. عندنا امم افريقيه في شهر يناير في الكاميرون، عندنا بطوله كاس العرب في قطر في شهر ديسمبر. فبالتالي عندك اختبارات قويه جدا هتقابل فيها سواء على المستوى العربي منتخبات زي الجزائر تونس المغرب السعوديه في كاس العرب، وهتقابل منتخبات بحجم الكاميرون ونيجيريا والمغرب وتونس والسنغال. نعم. الصف الاول سنغال كوت ديفوار في كاس الامم الافريقيه. تمام. عشان ما تضيعش وقت، الناس طلبت بتصحيح، طلبت ان يكون في تغيير لان هم شايفين ان الموضوع كده بيتدنى وواصل الى مرحله مش جيده او في مرحله الخطر الشديد. اذا الغضب كان طبيعي والمطالبات كانت طبيعيه والاستجابه كانت متوقعه. ده ملخص اللي حضرتك بتقوله. بالظبط، خصوصا ان كمان انت قبلها باربع ايام كنت بتلعب انجولا على ارضك، فكان المستوى كمان اسوء واسوء. تمام. طب انت مش متوقع يا استاذ احمد ان يكون لده اي تاثير سلبي على اداء التغيير، يعني وخصوصا ان احنا قدامنا شهر علشان المباراه القادمه يوم 6 اكتوبر، ده مش هيبقى ليه اي تاثير سلبي حتى لو كان المدرب، بعيدا بقى عن المدرب هيكون عربي مصري ولا اجنبي، مش متوقع اي حاجه شبه كده؟ هقول لحضرتك حاجه نبقى متفقين عليها. ده يتوقف على حاجتين. اول حاجه على حسب مين هو البديل. على حسب مين هو البديل. يعني لو انت بتتكلم في الاسماء المطروحه اقدر اقول لك لا، التغيير هيكون مفيد اكتر. ثاني حاجه يتوقف على ترتيبك في المجموعه قبل يوم 9. الماتشين بتوع ليبيا اتحدد ليهم يوم 9 في القاهره ويوم 12 في ليبيا. فبالتالي لو حضرتك هتجيب كما اعلم بنسبه 95% نيلو بنجادا المدير الفني الحالي للاتحاد المصري لكره القدم، لو كان الاختيار اجنبي هو اختيار لن يضر الكره المصرية. هي ايه معلوماتك يا استاذ احمد في هذا الاطار؟ مين اقرب الى قياده المنتخب؟ بنسبه 95% لو اجنبي هو بنجادا، بنسبه 95% لو مصري هو ايهاب كلاي. بس يعني من المآخذ المطروحه على هذا الاسم انه بقاله فتره طويله جدا ما قامش بتدريب منتخب، يعني علشان يخوض بطولات شبه كده. يعني ده سؤال عظيم. ما اعلمه ان بنجادا سيكون حلا مؤقتا في حال الحصول على موافقه الدوله بتولي مهمه المدير الفني ان يكون اجنبيا لمنتخب مصر. انت بتقول لي موافقه الدوله لان كان هناك توجه ورغبه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان ندي الفرصه لابناء مصر وما نجيبش مدربين اجانب، مش كده؟ ده كلام صحيح. نعم. طب مين الاسماء البديل المصري حاليا المطروح؟ البديل المصري هناك بعض المسؤولين الكبار يرغبون في تعويض حسام ابراهيم، وهو ما يتنافى تماما. يعني ايه المسؤولين الكبار دي؟ معلش، مسؤولين في الرياضه يعني؟ شباب ورياضه. قوسين ما اعلمه ان الجلسه اللي تمت بالامس في المركز الاولمبي في المعادي
قبل قرار إقالة كابتن حسام البدري حدث ما بين المهندس أحمد مجاهد والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. الدكتور أشرف صبحي يرغب ولديه رغبة في تولي التوأم حسام وإبراهيم مهمة منتخب مصر. ده شيء بيتنافى مع رغبة المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري وأعضاء اللجنة الثلاثية إنهم مش عايزين حسام إبراهيم. عايزين مين؟ ولو الأمر مصري هما يرغبون في إيهاب جلال. يرغبون في إيهاب جلال. لكن ما طرحه أحمد مجاهد وما يستميت عليه أحمد مجاهد بقوة الآن هو تولي دنجادة مهمة منتخب مصر كحل مؤقت. هناك بعض الأسماء الأخرى مطروحة زي رينيه فاليو مدير الفني السابق للأهلي المدرب السويسري السابق الأهلي ده خيار مطروح في وسمعنا عن باتشيكو وسمعنا أسماء كبيرة مارتينيول خد بالك دي فترة الوكلاء لكن المدعومين هم اللي أنت قلت عليهم يا أستاذ أحمد سواء كان من جادة أو كان حسام حسن الطرف المصري هو إبراهيم حسن. طب سؤال البدري كلام واضح كلام البدري واضح. ورحيل اتفضل إيهاب جلال هو مصري زنجادة أجنبي تمام حتى الآن تمام. طيب السؤال الآن يعني في رحيل البدري هل تعتقد أن الأمور ستقف عند هذا الحد ولا أن احنا متجهين نحو أزمة ولا هيكون الخلاص بين الطرفين سهل؟ بتتكلم كريمة عن الشرط الجزائي وفسخ العقد من قبل اتحاد الكرة. اعتقد ان الامور هتمشي في نصابها الصحيح والكابتن حسام البدري هيتفاهم الكلام ده. اتحاد الكوره احمد مجاهد هيطبق اللوائح لان ده في الاول وفي الاخر مال عام. هيشوف ايه هي المخالفات اللي ارتكبها الكابتن حسام سواء بالتاخر عن تواجد في المناسبات او عدم الالتزام بنص العقد بالرجوع الى الشركه الراعيه لاتحاد الكوره برزنتيشن قبل ظهور الاعلامي في البرامج التي حصل عليها. ايوه بس ده كلام قديم قوي يا استاذنا. يعني انا حاجه حاسبه باثر راجع واقول له فاكر لما طلعت في التلفزيون. طب ما حسبتوش ساعتها ليه؟ بص يا فندم برزنتيشن رائع الكره المصريه لما بتعمل عقد 3 سنين مع الاتحاد المصري بتيجي لما بتحاسبه بتقول للاتحاد انت عندك مخالفات كذا في ماتشات كذا كل حاجه ان ده مال عام. وبالتالي حسام البدري هو موظف ينطبق عليه نفس ما ينطبق عليه على اي حاجه. ده موظف عام في الوقت ده بيتقاضى مبلغ كبير. وبالتالي احمد مجاهد واتحاد الكوره مش هيجاملوا مدير فني او موظف بياخد فلوس من خزينه الدوله على حساب اموال الشعب. فحسام البدري في اموال هتخصم منه وفي اموال هتقبض. ده حاجه مفروض. انت كده ما جاوبتش على سؤالي. اثر حفاظا على اموال الشعب، ليه لما طلع في التلفزيونات من سنه ما حاسبهوش؟ يعني ليه دلوقتي لما جيت بفسخ معاك العقد جاي اقول لك فاكر لما طلعت في التلفزيون ادفع؟ لا 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 مش فاكر. هو بيرصده بامر تراكمي. انت مقتنع يا استاذ احمد؟ امر تراكمي. طبعا مقتنع. ان انا عارف سياسه احمد مجاهد كويس مش هيفرط اي حاجه. طب. يعني تمام. احنا بنشكرك لكل المعلومات اللي اديتها لنا الناقد الرياضي زميلنا العزيز الاستاذ احمد درويش رئيس القسم الرياضي بالقاهره 24. شكرا يا استاذ احمد. نروح لحادثه اخرى. يا جماعه انا مش مصدق احنا في القرن 21 وبنرجع نقول تاني وبنسأل بأي ذنب قتلت، بأي جهل قتلت طفلة صغيرة شيماء عندها 10 سنين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. عمها ومرات عمها يقرروا أنهم يخلوها قربان علشان يطلعوا أثر، يعني يذبحوها ويسيلوا دم طفلة عشان يطلعوا أثر. طبعاً مفيش حاجة اسمها كده، ولكن هذا هو الجهل، وفوق الجهل الإجرام. ولكن الحمد لله شرطتنا، وأنا عايز أحيي الشرطة المصرية في الأيام الأخيرة مقدمة تجارب ونماذج تدرس بصراحة. ملاحظة الفيديوهات اللي بتتعمل لإنقاذ أطفال تم اختطافهم من أهاليهم وطلب فدية والقوات اللي بتنزل، وبعدين حرص الداخلية على التصوير والإذاعة والبث، ده شيء عظيم. احنا كنا بنشوفه في دبي وبنقول الله تفرجوا. انا اعتقد يا خيري انه جزء منه نوع من انواع الطمأنة، الناس احنا موجودين وقادرين، والجزء الثاني هو رادع قوي للي هيعمل كده هنجيبك. يعني طبعًا فكرة طبعًا انك هتعمل كده وتفلت دي فكرة غير واردة خالص بالنسبة لأي حد بيقبل على جريمة شبه دي. الألم في القصة اللي احنا بنعرضها النهاردة كبير جدا، وخصوصا انه كان من جهة غير متوقعة اطلاقا. العم وزوجة العم كيف لم يحن القلب للدرجة دي؟ كانت مغريات الفكرة المجنونة الغير حقيقية والغير واقعية ان احنا نلاقي اثار ونطلعها تستحق ان احنا نفدي ده ببنت من دمنا.
وهي ضعيفة لهذه الدرجة. خلينا ناخد التفاصيل أكتر من اللواء خالد الشاذلي اللي موجود معنا على التليفون وهو مدير مباحث سوهاج السابق. أهلا بيك سيادة اللواء، منورنا في حديث القاهرة. أهلا يا فندم كريم، همزة ومسد. أهلا سيادة اللواء، إزي حضرتك؟ خير بيه، احنا سعداء بالمداخلة مع الإعلامي الكبير خيري. الله يشرفنا يا خالد بيه، ربنا يخليك. الله يخليك فندم. سيادة اللواء، ممكن تقول لنا تفاصيل هذه الواقعة، وبعدين بحكم تجربتك الكبيرة في الصعيد، المفاهيم الخاطئة إزاي لسه موجودة في عقول الناس وفكرة القربان والذبح علشان نستخرج آثار؟ اتفضل يا فندم. وبداية حضرتك، احنا الموضوع دوت يعني أتمنى يبقى له حلقة أو حلقتين على الأقل. نتكلم حضرتك في قصة ما زال الجهل يقتل عقول الناس. نعم. وما زالوا الدجالين يسيطرون على عقولهم وألبابهم. حضرتك البلاغ، كان في بلاغ لمركز شرطة أخميم، مديرية أمن سوهاج، تبلغ من مدعو ارزاق فيض محمد عبد العال بغياب بنتها 10 سنوات وبنته تعاني من ذوي الاحتياجات الخاصه. هنا حضرتك لازم ندي كل الشكر والتقدير للشرطه في سوهاج والامن العام. نعم. بلاغ غياب عادي جدا، كان ممكن حضرتك يقول له عدى 24 ساعه عليها ارجع لي، لا الضباط استشعروا كده. كان تعلمنا حضرتك في بلاغات غياب طعم القتل. بنت قاعده ما تتحركش، اختفت، مش هتجري مكان اماكن. نعم. الضباط انتقلوا بسرعه يا فندم، الكلام ده كان الساعه 4 العصر، الساعه 7 8 المغرب 8 بالليل كان تم الوصول لمكان الجثه وتحديد المتهمين. فلما نرفع لهم القبعه جميعا، بدايه من السيد اللواء علاء سليم، نهايه برئيس المباحث ومرور السيد المباحث عصام حسن دريك. القصه عليك ان العام دوت هو وزوجته، البنت القاعده ديت ابوها بيشتغل يعني في محجر في المنيا، امها سابتها مع مرات عمها، لا انا اروح الجمعيه خيريه اجيب قرشين كده اكل واشرب بيهم، خدي بالك من البنت. رجعت ما لقيتش البنت موجوده، حصلت لها حاله هستيريا، بنتي راحت فين؟ جريت بسرعه على بلغت المركز، بلغت الشرطه، انتقلوا الضباط، انتقلوا. لما دخلوا حضرتك وتتبعوا طبعا فكر العمل البحث الصح، خط السير والبنت فين، دخلوا بيت العم دوت، لو الارض مش مستويه ولو حاجه سعادتك الظاهره برضه المعروفه عندنا في الصعيد، يعني لما حد يتقتل ويتدفن في مكان زي كده بيرشوا عليه عدس اسود اعتقادا برضه مع الجهل عشان ما تطلعلوش بعدين عفريت او هذول في بلادنا كده يعني. ايوه تمام سيادتك. فبسرعه الضباط اشتغلوا، الراجل اعترف قال انا فعلا اخذتها، وكان في ثلاث دجالين من احد مركز المنشاف سوهاج جابوهم ظبطوهم، قالوا احنا فعلا قلنا كده عشان نزلنا وشفنا مكان اثار، وعندنا داخل عقيدتنا الموضوع عشان يتم لابد يكون فيه حد دم يراق ودم طفل يراق عشان الكنز يخرج. كل دي يعني كل دي عرض الكلام ده دجالين. نعم. كلام غير طبيعي. واتمنى يعني مع سيادتك واستاذ فاضل والهانم كريم هانم، نتمنى ان يكون في الموضوع مش موضوع امن فقط يا فندم، موضوع امن واعلام طبعا وتوعيه دينيه. يعني اتمنى سعادتك تدعو كده النهارده في الحلقه ان يكون خطبه الجمعه الجايه والوعظ في الكنيسه الاحد اللي جاي يكون على الموضوع دوت. حضرتك بتقول اهو، حضرتك قامه امنيه كبيره يا فندم. اتمنى يعني اتمنى سعادتك يعني نهتم كده ان الامن ترسم التروس. احنا حاليا في مرحله الجمهوريه الجديده، يعني العيب اول ما زلنا بنفكر بهذا التفكير. هو كل حد سيادة اللواء محتاج يقوم بدوره في مكانه، يعني فكرة ان الانسان يخاف في الدنيا ان يطلع له عفريت فيعمل كده بعد جريمة مروعة وبشعة زي دي وحاجة اكتر. يا فندم قتل العفريت هو ازاي يقبل انه يقتل طفلة او ما هو دي ولا يخاف من 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 الاخرة، يعني شيء صعب جدا الحقيقة. احنا بقول كان شطارة الضباط والمخبرين الموجودين في المكان طبعا، لقوا المكان دوت ولقوا موضوع المنظور عس مرمي في المكان ده، فده دليل برضه هنا الخبره طبعا، هنا الخبره صحيح. ربطوها بدماغهم يعني. سياده اللواء خالد الشاذلي مدير مباحث السوهاج السابق، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا التوضيح، ونتمنى فعلا ان احنا عايزين نزود الوعي. فكره القتل والاثار لازم يعرفوا ان البحث عن الاثار نفسه جريمه، فما بالكم بالقتل بقى، ام الجرائم يعني. عجيب ان هم ما زالوا مقتنعين بهذه الاشياء يعني. الان خلينا نشوف ما يلقي بظلاله في العالم كله، وربما يكون نقطة تغيير مرة جديدة، مش هقول مرة أخرى لأن المرات كانت كثيرة على مستوى العالم، لما يطرح السؤال ما الذي كانت تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان على مدار 20 عام؟ خسارات كثيرة فيما أنفقت كل هذه الأموال الطائلة،
في حرب كانت تتكلف يوميا ملايين ملايين الدولارات. السؤال اللي بنطرحه بيتزامن مع إعلان حركة طالبان إنها قامت بتشكيل حكومة تصريف أعمال. الحكومة دي هتتولى إدارة البلاد. عارفين طبعا طالبان بعد سيطرتها على البلاد كاملة، ده حصل بعد الانسحاب الأمريكي، وصف بأنه يعني معارضو السياسة الأمريكية ومعارضو بايدن قالوا أنه كان انسحابا مذلا. خلونا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية علشان عندنا متابعات للتطور اللي موجود على أرض الواقع هناك، وإذا في تأثيرات داخل أمريكا أو علينا احنا بعد التطورات دي. يا تاريخ طويل، وقد إيه كنا بنستخدم. أنا فاكر في الخطب في المساجد وإحنا بندعو لإخواننا في أفغانستان، مكناش نعرف إن إخواننا في أفغانستان منهم حاجة زي طالبان هتبقى إرهاب يهدد العالم بأكمله. ثم يأتي اليوم وتسعى طالبان إلى أن يكون لها وجود شرعي ورسمي دولي، ويكون لها حكومة ويكون لها سفراء. دعونا نقترب من الصورة أكثر ونذهب إلى الزميلة الكاتبة الصحفية هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن عبر زوم، لنسألها. أهلا وسهلا دكتورة هبة. أهلا بيك أستاذ خير. أهلا بيكي دكتورة هبة. الحقيقة يعني وفق ما كان كمان في التقرير، كان الهدف الأساسي من دخول أفغانستان هو تحقيق السلام والأمان والحرية وزيادة القانون. هل تحقق أي من هذه الأشياء أم أن الموضوع فشل في فشل في فشل؟ الهدف الرئيسي الذي أعلنه جورج بوش الابن هو ملاحقة تنظيم القاعدة وملاحقة رئيسها أسامة بن لادن، وهذا تحقق بالفعل في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما بعملية قتل بن لادن. الهدف الثاني الذي يتنصل منه الرئيس بايدن حاليا هو هدف إرساء الديمقراطية وبناء الدولة وتقوية القوات الأفغانية. أختلف مع التقرير أن الولايات المتحدة كانت تسعى إلى أن تنسحب أو تدرب القوات الأفغانية على الانسحاب أو أن تقوي حركة طالبان. الولايات المتحدة خلال 20 عاماً كانت تسعى إلى هذين الهدفين، الأول هو مكافحة الإرهاب والثاني هو إرساء دولة ديمقراطية، تقوية الجيش، محاولة بناء دولة من المنطلق الفكري الأمريكي. ما واجه الولايات المتحدة هو طبيعة مختلفة سواء تيبوغرافياً أو سواء حتى ديموغرافياً، بمعنى أن طبيعة السكان أخرى. وقد أثبتت الممارسات أن هناك إخفاقات متكررة، وعلينا كما قلت أن لا نهول أو نهون من القدرات الأمريكية. النهاردة المستجدات على الساحة إن تم إعلان عن تشكيل حكومة في أفغانستان اللي أعلنتها طالبان. إيه هي ردود الأفعال على هذا الإعلان اليوم في واشنطن؟ وهل ستعترف بالفعل أمريكا بهذه الحكومة التي تم إعلانها؟ وإيه هي الأشياء اللي أنت بتتوقعي أن تكون بالفعل على الأرض بالعلاقات الأمريكية وما يحدث في أفغانستان؟ أولا ذبيح الله مجاهد أعلن هذه حكومة تصريف أعمال، بمعنى أنها حكومة مؤقتة. إلى الآن ما صدر من الإدارة الأمريكية على لسان جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه من السابق لأوانه الاعتراف بهذه الحكومة بعد. أيضا هناك تصريحات لخليل زلماي خليل المبعوث الأمريكي أنه لا يوجد شهية لدى الولايات المتحدة حول الاعتراف بشرعية طالبان. أيضا المتحدث باسم الأمم المتحدة قال هذه مسؤولية كل دولة أن تعترف أو لا تعترف. وبالتالي الموقف يعني الرقص حول فحوى الموضوع. لكن لا يمكن إنكار أن هناك محادثات تمت ما بين الإدارة الأمريكية وما بين حركة طالبان أيضا، لكن هناك بعض العناصر القانونية في تشكيلة هذه حكومة تصريف الأموال. على سبيل المثال المسؤول تصريف الأعمال عفوا على سبيل المثال المسؤول عن وزارة الداخلية وهو رئيس شبكة حقاني، وهي شبكة كانت مدرجة على قائمة الإرهاب، هو سراج الدين حقاني، هو مطلوب تحت العقوبات الأمريكية وهناك 10 مليون دولار على رأسه.
فهذا سيعرقل وسيعقد من كيفية مضي الولايات المتحدة في الاعتراف بحكومة تصريف الأعمال. نعم. أيضا هناك الكثير من الذين كانوا معتقلين في معتقل غوانتانامو يتقلدون مناصب قيادية في هذه الحكومة، وبالتالي الأمور يعني ما زالت ضبابية. كيف ستكون الأمور وكيف سيتعامل دول العالم مع طيب. هذه أستاذة هبة دعيني أسألك السؤال اللي هيشغل بالنا في المنطقة، هل تعتقدي أن ما حدث في أفغانستان سينعكس على الديمقراطيين وعلى بايدن في الانتخابات المقبلة؟ هل ترامب والجمهوريين يمكن أن يستغلوا هذه الفرصة؟ أعني هل تكون أفغانستان هي القشة القاسية التي قسمت ظهر بايدن والديمقراطيين؟ هذا سؤال مهم للغاية، خليني أوضح لك. أولاً هذا الانسحاب المزل المزري للولايات المتحدة نتيجة أخطاء في تقييمات الاستخبارات الأمريكية، كانت تعتقد الاستخبارات أنه يمكن البقاء لعامين دون أن تستولي طالبان على العاصمة كابل، ما شاهدناه هو استيلاء في غضون أيام، وبالتالي كان هناك يعني انتقادات لازعة لإدارة بايدن في هذا الانسحاب، وهذا يثير مخاوف الديمقراطيين بالفعل من أن يؤثر ذلك على شعبية الرئيس بايدن التي انخفضت بالفعل وفق استطلاعات رأي كثيرة، وعلى حظوظ الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية القادمة في نوفمبر 2022. وبالفعل الرئيس السابق دونالد ترامب بدأ في تحضير لحملة للهجوم على بايدن والهجوم على سياسات بايدن الخارجية، لكن تأثير ذلك على الناخب الأمريكي المعني بالأساس، الناخب الأمريكي يحركه الاقتصاد، وهناك غضب شديد على إدارة الرئيس بايدن فيما يتعلق بمكافحة الوباء وفيما يتعلق بتحقيق يعني انتعاش اقتصادي. إذن لديه مشكلات أخرى وملفات أخرى ربما تؤثر على شعبيته. دكتورة هبة، احنا يمكن هنتابع معك الفترات اللي جاية لأن الحديث لم يقف هنا والحدث لم يتوقف بعد. بنشكرك جدا لكل ما قدمتي لنا من أراء ومعلومات، الكاتبة هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، شكرا جزيلا. اشتقنا إلى نجمة من نجوم مصر اللي كلنا بنحبها، ما لا يمكن في بيت مصري صغير أو كبير إلا وكان بيحب النجمة ليلى طاهر، ولكن الفنانة ليلى طاهر بنتابع أخبارها من بعيد، بنسمع إنها أصيبت بكورونا فبندعي لها، بنعرف إنها رجعت بسلامة، ولكن عندما نطلب أن تطل علينا وعليكم قالت أنا اعتزلت، أنا احتجبت. احتجبت ولم نرها على شاشات تلفزيون في أعمال أو مسلسلات منذ عام 2014 لما كان مسلسل الباب في الباب. حاولنا بجد، كان نفسنا نروح نزورها ونقلب في دفاترها ونسمع حكاياتها، ولكن هي قالت اعتزلت ولم تبخل عليكم ولا علينا بأن تطل عبر الهاتف لنطمن عليها. أستاذة ليلى، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك أنت وإزاي، وأنا سعيدة بوجودي معاكم ومع المشاهدين. ده شرف لينا يا فندم، منورانا جدا استاذتنا وفنانتنا الجميله القريبه من القلب، وعايزين نقول لك اولا وحشتينا جدا، ثانيا الحمد لله على سلامتك. كمان وحشتوني والله، وانا وحشت نفسي كمان. طب ايه اللي منعك عننا بس؟ لا فاتت فتره طويله، كان عارف بقى من اول ما طلعت كورونا الدنيا وقفت والاعمال الفنيه قلت، وبعدين بدات في أعمال اللي بتعرض عليا ما تناسبنيش أنا، فقلت يعني إيه يكفي ما عملته من أعمال وتاريخ حلو، ومش ما فيش داعي إن أنا أعمل أي حاجة لمجرد التواجد وخلاص. لا، هل ده قرار؟ يعني أنا بحترم جمهوري وبحترم نفسي وبحترم عملي وبحب شغلي، كنت بحبه يعني. طيب. مش بشتغل لمجرد إن أنا أخد فلوس ولا حتى أتوجد على الشاشة، لا أنا كنت بعمل عمل بحترمه وبحبه. طيب في حال ظهور عمل آخر تحترميه وتحبيه، هل القرار ده فيه رجعة فيه ولا هو قرار لا رجعة فيه بالنسبة للفنان ليلى طاهر؟ أعتقد أنه مش هيبقى فيه رجعة، لأنه الفترة اللي أنا غبتها بقى كفاية، ما ينفعش أن أنا أرجع بعديها. ليه؟ بتعملي إيه يا أستاذة ليلى؟ يعني بتقضي يومك إزاي؟ عائلي بقى يعني
انا الحقيقه طبعا العمل الفني دايما بياخد الفنان قوي، ويمكن يبعده عن حاجات كتير وعن علاقاته العائليه وصداقاته وينسى نفسه حتى. فانا افتكرت نفسي في الفتره اللي فاتت وقربت من اصدقائي ومن عيلتي اكتر. بقيت مستمتعه؟ الحمد لله. ورحله الاصدقاء اللي مستمره معاهم واللي حاليا بتقضي وقت معاهم، هل هم من داخل وسط الفني اصدقاء يعني مهنه، ولا اصدقاء كانوا بعيدا تماما عن الاضواء؟ لا انا الحقيقه عضوه في روتري المصري والنوادي الروتري، عملت من او انا دخلت فيهم فبقى ليا اصدقاء كتير، فهم دول دلوقتي حاليا الاصدقاء المقربين لي. بتتابع الاعمال الفنيه يا استاذه ليلى؟ يعني بتتفرجي على المسلسلات، على الاغاني، المطربين الجداد والقدام، ولا ما بقتيش مهتمه قوي؟ احيانا. طب انطباعك ايه؟ بنتقدم ولا بنتاخر؟ بتقولي يا خساره على الفن، ولا بتقولي والله العيال دول مبدعين والدنيا اتغيرت؟ يعني نظرتك ازاي؟ بص، هو احنا ما مش بنتاخر ولا بنتقدم، احنا بنتغير. حلو التعبير. في تغيير. واللي بيقدم النهارده مش هو اللي كان بيقدم في السنوات اللي فاتت البعيده شويه. ايوه. لكن فيها الحلو وفيها اللي نقدر نقول لا مش مستوى قوي يعني. لكن في حاجات حلوه، في اعمال فنيه كويسه، وفي اغاني جديده وشكل جديد حلو. لكن يعني انا بعذر برضو اللي بيشتغلوا في الجو الصعب اللي احنا فيه دلوقتي. طب مين لفت نظرك في الناس الموجودين على الساحه حاليا، سواء كان في الاغاني والطرب او حتى في التمثيل؟ ما تحرجنيش بقى. لا احنا بنسال على اللي بتحبيهم. اللي بتحبيهم اللي بتحبيهم. مش هنتكلم عن انتقاد. لا انا يعني مش هقول اسماء، عشان في ممكن انسى اسم واكون معجبه بيه قوي، فمش هقول اسماء. لكن هو في نجوم حلوه وجميله جديده، بس نوع العمل اتغير عن ما كنا موجودين. بتتذوقيه ولا لا يا استاذه ليلى؟ البعض بتذوقه والبعض بقول لا يا خساره. طب الاختلاف ده ظلم المواهب اللي موجوده وظلم الناس اللي عندها فن بجد تقدر تقدمه وتعتقدي، ولا ده تحصيل حاصل لازم متناسب مع العصر اللي احنا فيه؟ هو لازم يبقى فيه تغيير، ولازم يبقى فيه شيء جديد، سواء عجب القديم ولا ما عجبوش، لكن لازم يبقى فيه تغيير. فالحياه ماشيه والفن ماشي، واحنا نقول الحمد لله ان احنا عندنا برضو هذا الكم من الفن في الظروف الصعبه دي. ومش تقصدي بيها الظروف الصعبه كورونا ولا ايه يا استاذه ليلى؟ لا الظروف طبعا في كورونا والعلاقات الفنيه الموجوده، او تقول مش العلاقات، يعني مثلا تقول انت بتوزع فين؟ يعني العمل الفني اللي هتصرف عليه وهتكلفه وهتهتم بمؤلف ومخرج وممثلين كبار و و و هتوديه فين؟ المنافسه اصبحت صعبه والساحه ممتلئه. اخر مره دخلت السينما امتى؟ البلاد العربيه كلها مشاكل. كلها عندها صعوبات. فانا بقول كتر خير الفن المنتجين اللي بيشتغلوا في الظروف الصعبه دي، وهم ما عندهمش اسواق للتوزيع كافيه لانهم يهتموا قوي بالعمل. استاذه ليلى اخر مره دخلت السينما امتى؟ لا نسيت. نسيتي. طب اخر فيلم شفتيه ايه؟ لا برضه نسيت. برضه نسيت؟ من كام سنة؟ والله محدش بيروح سينما، محدش يروح سينما. لا أقصد آخر فيلم حتى شفتيه في التلفزيون. لا مش فاكرة والله ما أنا فاكرة. لا ده أنت واضح إنك خرجت الفن خالص من دماغك. لا ما خرجتوش. لا طب الدراما أقرب، بخصوص الناس ومنافسات رمضان. أمال إيه اللي خرج؟ لا بس أنت النهاردة لو بصيت على السينمات كده هتلاقي ما فيش سينمات منورة ومشعللة زي الأول، والناس واقفة طوابير. فين ده؟ مفيش. طب ما دي فرصة عشان تتفرجي بهدوء بدون الزحمة، انت لو دخلت أي سينما الناس هتتلم عليكي. لا ما أنا لا بس صلتي بجمهوري ما زالت موجودة
وبحب الناس جدا والناس بتحبني طبعا أعمالي. الناس بتعشقك انت وهتفضل طلتك الجميله وادوارك الرائعه يعني احنا بنحبك قوي وضحكتك الحقيقه وانا بحبكم قوي ونفسنا ما تغيبيش عننا ونفسنا تفضل اطلالتك موجوده انت من من زمن احنا عشنا عليه ولسه هو المداد بتاع روحنا فما تغيبيش عننا والنبي يا استاذه حاضر عينيا تسلم عينيك شكرا يا حبيبي ربنا يخليك شكرا استاذ نشكر الفنانه الكبيره ليلى طاهر عايز اقول لك انا كنت بحب جدا ضحكتها في شلش هي تتحب يعني كلها هي دورها كمان في شلش تحديدا يعني ومشيتها وكل حاجه ليلى طاهر ليلى طاهر يعني طبعا طيب اعتقد ان احنا دلوقتي وصلنا الى مسجد البيالي ومسجد البيالي يطرح تساؤل التساؤل احنا مش بس هنطرحه التساؤل ده احنا هنتابع معاكم ايه اللي هيحصل فيه لان مكان قريب للقلب والكل عشاق الصوفيه والمتصوفه اكيد هيهمهم الخبر ده مسجد البيالي مسجد البيالي في مدينة بيلة في كفر الشيخ ده جامع عمره أكتر من 700 سنة جامع رعالف بالله سيدي سالم البيالي أبو غنام الجامع ده اتبنى تقريبا سنة 700 هجرية اترمم آخر مرة وما تتصدموش وما تتخضوش ده الأهالي اللي بتقول آخر مرة اترمم في عهد الخديوي إسماعيل دلوقتي لو شفتوا الجامع هتلاقوه بيتعرض لإهمال كبير جدا بيهدد بانهيار اتفرجوا على الصور شوفوا جمال هذا الجامع المسجد اللي مدفون فيه قطب من اقطاب الصوفيه وهو سيدي سالم البيلي ابو غنام على فكره انتوا يعني طبعا لعشاق الصوفيه عارفين ان هو الخليفه لرفاعي سيدنا رفاعي زي ما بنقول عليه وهو قال ان هذا هو خليفتي المنتظر يعني وكان بيؤمر الاتباع ان هم ينتظروه قال يعني احد سيخلف من بعد هو قد من اقطاب الصوفيه ومحبوب والناس يعني هو انت متخيله جامع بقاله 700 سنه ده ما نقعدش جنبه ونقول تعالوا يا اهل الله يا سياح تعالوا اتفرجوا عندنا جامع من ضمن المساجد العظيمه في كفر الشيخ تحفه معماريه بكل كفر الشيخ ليه ما نعملهاش جزء من الموارد والناس تروح تزور هذا الجامع هتجيله من كل مكان فإذا لم تكن من أنصار الصوفية أو من أتباع مولانا مش مهم اتفرج يا سيدي على جمال الجامع طبعا. اتفرج على كل ركن فيه اتفرج على القبة اتفرج على الأبواب اتفرج على المساحة ده مسجد ضخم جدا في النهاية هذه التحفة المعمارية تبقى مهددة بسبب المياه الجوفية تبقى الجدران ساقطة وواقعة ومتاكلة طب وزارة الأوقاف فين؟ وزارة الآثار فين؟ ليه يعني السيد الوزير المحترم الدكتور خالد عناني جامع زي ده كفر الشيخ محافظة بعيدة محافظة مواردها قليلة ليه ما نزودش الموارد؟ على فكرة الأهالي اللي بعتن لنا وبيستجيروا بينا وأنا بقول إحنا صدورنا مفتوحة لكل الناس اللي بتبعت لنا وبقول لهم إن حتى شكاواكم اللي بتجيلنا وما بنقدرش نعرضها إحنا بنبعتها للجهات المسؤولة ونثق إنهم هيهتموا بيها إحنا بنحاول قدر المستطاع لكن جامع أنا لما شفت الصور يا كريمة اتخضيت بديعة إيه الجمال ده إيه الجمال ده في كفر الشيخ وفي بيلة ومحدش حاسس بس اهل البلد قد ايه حريصين على ان تراثهم يفضل عندهم ويفضل متصان ويفضل متحافظ بدليل ان هم بعتوا لنا عشان نعرض ده ونعرضه للمسؤولين واحنا نتمنى هنا من حديث القاهره ان الحركه تكون سريعه لانه يعني كل هذا الجمال وكل هذه القيمه في مكان زي اللي احنا بنقول عليه ده ليه ما يستغلش طب على ما زمايلنا يجهزوا الصور عايز اتكلم عن حاجه تانيه على ما تجهز بس نوري للساده المشاهدين هذا المسجد دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت النهاردة حملة إعلامية للتعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري عنوانه إيه؟ الإمارات العالمية مش العربية الإمارات العالمية المتحدة ده في إطار مئوية الإمارات سنة كام؟ رؤية 2071 الإمارات بتقدم رؤية بعد 50 سنة اللي اتكلم عنها الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وقال نسعى من خلال الحملة إلى تحويل الإمارات إلى نقطة جذب رئيسية لإيه تعتقد؟ قال للسياح؟ قال عشان الفلوس؟ قال لك للمواهب والخبرات والمستثمرين من كل أنحاء العالم عايزينهم يجوا هنا
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قال الحملة بتضع الإمارات في قلب العالم منين؟ من بوابة الابتكار والتميز والتنافسية. عملوا إيه؟ ابتدت بالإقامة الذهبية وبدأوا يدوها لنجوم وفنانين لازم ياخدوا الأضواء، بس هنا رواد أعمال والموهوبين في كل المجالات بدءا من الرياضه للفيزياء للعلم، خدوا مخترعين ومبتكرين وعيال صغيره وطلبه مدارس، ده الاستثمار الحقيقي. وقال لك تعالى ادي للدكاتره واسرهم علشان يقعدوا عندنا، الوباء مستمر والعالم بيتغير، فقاعدين يوطنوا الناس ويعمل لك اغراءات علشان تقعد وبيعمل لك اغراءات عشان تستثمر، وبكره يقول لك تعالى اللي يستحق نديله الجنسيه بتاعت بلدنا، وجواز الامارات من الجوازات المؤثره جدا، فيبقى حلم كل بلد هتخاف على مواهبها هتقدم له ايه قصاد ايه. على فكره ده نموذج يحتذى به، احنا بنحيي الامارات طبعا على الخطوه دي، والامارات العالميه المتحده اكيد خطوه عظيمه جدا، واحنا بنفتخر ان عقولنا العربيه ودولنا العربيه بتفكر كده، ونتمنى ان كلنا نعمل هذه الخطوه. يعني ليه ما ندعمش اكتر واكتر المستقبل اللي هو الابتكار والاختراع والموهبه. طيب عوده مره اخرى، تعالي للصور للجمال اللي لازم نوريه لكم، تعالوا اتفرجوا على الجمال عشان تعذرونا احنا بنقول كده ليه. شايفين منظر الجامع من بره طبعا، شايفين البهتان، شايفين المساحه كبيره والشكل عامل ازاي. تخيلوا لو ده مهتم بيه وشكله حلو في منطقه سكنيه كامله، دي القبه ودي المدنه. لا لسه لسه لسه، امشي معايا فرجني من جوه. شايفين العماره القديمه، شايفين القبه، الله على الجمال، الله على الجمال. سنة. فجزء من السقف ده يقع حرام، يعني كل هذه التحف المعماريه. شوفي حاجات طبعا، ده ضريح السيد العارف بالله البيلي. شوفي المنظر من بره والصرف الصحي عامل ازاي. ليه حرام؟ يعني حرام مكان زي ده يتساب بالشكل ده. شايفه الجدران؟ يعني بركاتك يا مولانا، يعني اتفرجوا على المنظر. شايفين البيبان والجدران عامله ازاي والنشا. على المسؤولين كلهم ان يتحركوا، يعني سواء كانت وزاره الاوقاف ليها دور في ده ومشرفه عليه فعليها ان تتحرك، وزاره الاثار عليها ان تتحرك. القيمه الموجوده عندنا في مصر لكل هذه الاثار وكل هذه الاماكن اللي ليها تاريخ متعلق بالدين او متعلق بالتاريخ، يعني مش من المفترض يتعرض للإهمال أبدا. دي مصر، واللي ملوش جذور ملوش مستقبل. على فكرة ده جزء من الصور، وأنا مصر وهفضل أتابع وهجيب لكم صور الأسبوع الجاي، وهنروح نصور لأن الجامع عظيم من جوه، عظيم. ليه ثروة زي دي، ثروة لا تقدر بمال، تتعامل كده. أثرنا وتاريخنا ومبانينا، مصر اللي قاعدة تعمر وتعيد وتفتح متاحف وتهتم بأثارها وبتعمل القاهرة القديمة وبتعيد تجديدها وإعادة رونقها، بنعمل العاصمة الإدارية الجديدة بروح في روح مصر القديمة بهذا البناء، ونيجي اللي عندنا نسيبه كده، والله حاجة تزعل. احنا هنتابع طبعا. مين اللي ممكن يصالحنا بقى؟ عندنا احنا مصالحة هننتظرها على فكرة من المسؤولين، سواء كان وزير الآثار والسياحة أو كان حتى وزير الأوقاف، وإحنا في انتظار الرد هنا في حديث القاهرة، وإحنا عارفين إن أنتوا صدوركم كبيرة ورحبة وهتكون معانا. يعني على الرؤية العامة، أنا قصدي على خالد البرماوي، فكنت بخرجك وبقول لك اللي هيصالحنا صديقنا خالد البرماوي. هيصالحنا بعيدا عن مسجد في بورصة يعني. الكلام بحكايات مختلفة وعين مختلفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. بعد اهلا بيكم من جديد في حديث القاهره. بورصه الكلام خيري قبل الفاصل قال ان هنسمع اخبار حلوه من خالد. انا شخصيا سعدت الحقيقه، يعني بورصه الكلام وتلدات فيها. لا انا قلت الحاجات الحلوه ان احنا نشوف خالد. لا رجع في كلامه. لا هو اللي هيسمع منك اخبار الحاجات الحلوه والاخبار الحلوه. هتصالحنا ازاي بقى بشويه اخبار كويسه؟ في اخبار كويسه اوكي، وفي نفس الوقت كمان يعني ما عندناش اخبار ليها علاقه بالحرائق او الجرائم. خالد ده من الايام الظريفه، ما اعرفش يوم الثلاث ايه قصته بغض النظر عن اغنيه عمرو دياب. عندنا مجموعه من الاخبار، نبدا بالاخبار اللي هي بنسميها الهارد نيوز او الترند اللي هو كان جاد شويه. هنتكلم على ابرز الحاجات اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا في تصريحات الرئيس النهارده. هنعمل كمان تحليل رقمي لاكثر التغريدات اللي اتكلموا بيها الناس عن مدرب منتخب مصر، وهنكشف شويه تفاصيل كده جوه الترند. تقصد ترشيحات؟ ترشيحات وكلام ولجان وحركات كتيره، يعني اللهم احفظنا. وبنتكلم كمان على هنا جوده كانت ترند النهارده، وعندنا كمان على ترند يوتيوب مزيكا ايه اكتر الاغاني، وعندنا عمرو دياب اطلق خط ازياء
كبير جدا، وفي هجوم ومع وضد على اليوتيوب، سوري على الفيسبوك وتويتر. عندنا هاشتاج مهتم بالكتب، ده هاشتاج بقاله فتره واعتقد من الحاجات المهمه جدا. وعندنا قصه ظريفه لاطباء في اسكندريه بيخدروا العيانين بالمخدر وبالغنى الاثنين مع بعض. وعندنا قصه عم سيد راجل عظيم جدا بيعزف بالخرده. واخيرا في جريمه بس دي بره مره وبعيد، المطرب الاسمر مايكل ويليامز لقوه مات في شقته وفي شكوك. تعال نبدا باول حاجه، ايه الحاجات اللي اهتمت بيها السوشيال ميديا فيما يتعلق بتصريحات الرئيس؟ انتوا اتكلمتوا، ايه اكتر حاجات اللي انتشرت؟ البوست بتاع مصراوي ثم بيتكلم فيها على الجمارك وعلى الفساد وعلى التصريحات بتاعه ال100 مليون، الناس اهتمت بيها جدا، وده اكتر خبر تم نشره متعلق بتصريحات الرئيس. اوكي، برضه عشان تفهم انت ممكن تكون الاخبار او البرامج بتاخد عناوين معينه، الناس بتختار ايه. طيب تاني حاجه كانت ليها علاقه بموقع 24، ده تاني اعلى برضه منشور كان ليه علاقه بعمليه تطوير ميناء الاسكندريه والكلام على البضائع والجوده، والناس اهتمت قوي بفكره ان في حد يحسس بيهم بيتكلم على البضائع وجودتها، وقال لك اخيرا هيبقى في معايير وهتطبق، ومعايير اوروبيه، معايير اوروبيه. لا كمان خد بالك التاريخ بتاع التصريحات الراجل ده برضو كتير جدا من تصريحاته بتبقى على ارض الواقع، فالناس بدات تصدق فعلا لما يتقال كده. لا ما بيقولش حاجه لما بيتنفذ. عايز اقول لك يا دي طبعا. من ضمن غرائب السياسه ان انت بعد ما بتعمل بتتكلم مش قبل ما تعمل تتكلم. بس هو ده اللي خلق مصداقيه قويه للدرجه دي وخلى الناس مطمنه طول الوقت. بامانه لو ما بعمل، لو كل ما بعمل سنتمنت تحليل للردود الفعل الايجابيه لا تمام. اللقطه برضو الفيديو اللي اهتمت بيه السوشيال ميديا تصريحاته بقى لما مسك مجموعه من الموظفين وسالهم سؤال ما اعتقدش سؤال رئاسي، سؤال ابوي. والله هو سؤال رئاسي برضو. ده يمكن ليه علاقه بزياده السجاير. طب خلينا نشوف الفيديو ده. لا مش بزياده، انت بتصرفوا على السجاير وبتشتكوا. لا طلع العلبه اللي بيجيبك يا ابني. لو في الاخر بنصرفوا على الصحه برضو يعني. تعال نشوف الفيديو. الفكره تقولوا مش هعمل لكم حاجه والموضوع في الاخر يتحول لنصيحه. انا عايز ابلغ بلاغ رئاسي يا سياده الرئيس، استاذ خيري بيدخن، واللي ما تعرفوش ان كريمه زعلانه من ده بس مش قادره تقول. لا انا بطلت سجاير بقى، جرب حاجه فيها نيكوتين بس لحد ما ابدا ابطل، بس بقالي اسبوعين يعني في السيزون الجديد بقالي اسبوعين مفيش سيجاره في الاستوديو. وراه الزمن طويل انت مش عارف يعني. انت عارف احنا بعيش بشكل صحي للدرجه دي، فلازم خيري كمان يتعدي مع الوقت يعني ده بسببك اهو بحاول طبعا. السجاير شيء سيء جدا، اصرار المدام في البيت انت مش عارف دي ماشيه. حاجه عملتها في حياتي وبندم عليها، وكنت اتمنى ان والدي كان يضربني ويمنعني بجد غصب عني، لان اللي ما يعملوش الوالد بيعمله الرئيس دلوقتي. طيب ما هو والد برضه والد طبعا. طيب نتكلم على المنتخب، احنا عملنا ايه امبارح؟ كان في نص اليوم القرار بتاع اقاله حسام البدري مدير عام المنتخب المصري بعد ماتش الجابون. عملنا تحليل في خلال 18 ساعه لاعلى التغريدات، وده اللي طلعنا بيه من نتائج على ايه اللي قالته السوشيال ميديا فيما يتعلق بمنتخب مصر. اول حاجه احنا معانا 6 جرافيكس، الجرافيك الاولاني المفروض بنتكلم فيه على التغريدات نفسها. احنا حللنا 2064 تغريده خلال فتره زمنيه لمده 17 ساعه، ودي برضو من ضمن ردود الفعل السريعه. الوصول احنا 85 مليون 85 مليون و9 من 10 بتتكلم على 86 مليون شخص وصل لهم التغريدات دي كلها. طبعا معناه الوطن العربي جزء كبير جدا منه، لان على تويتر اصلا مهتمين طبعا بالرياضه المصريه. عدد مرات ظهور التغريدات دي 160 مليون، فبتتكلم على انتشار ضخم وعظيم في ايه، في فتره صغيره، وده قلما ما تلاقي يعني حاجه زي كده. طيب اعاده التغريدات دي اللي هي 2000 عملت اعاده تغريد كم مره؟ 15000 مره. اتحطت في المفضلات كم مره؟ 268,000، فبتتكلم على ارقام ضخمه قلما ما بتحصل. 385 ايوه، بس انا شايف ان في تناقض في الارقام. ايوه يعني لما تقول ان التغريدات 2064 بس وبعدين تيجي تقول ان الوصول 85 مليون. ايوه لا يمكن، ده مش منطق. وبعد كده الردود الزهور. لا انت وقفت عند نقطه حلوه قوي وسالت الردود ليه، الردود قليله جدا. فتوصل الردود ل 385 بس. 385 اقول لك الامانه السر الصراحه لا مش السر، هو ما مش سر. لما بنلاقي الارقام كده فيها حاجه غير منطقيه بنبدا ننزل ونعمل شويه تحليل لبعض التغريدات. ده معناها ان كتير جدا من التغريدات اللي بيسموها لجان مفتعله. ليه؟ مفيش تفاعل، في انتشار كبير لكن مفيش تفاعل بنفس الكم.
فده معناه ايه؟ ان في انت عايز تفهمني ان 85 في مليون قاعدين شغلين بالهم بمين هيجي مدرب المنتخب، ده اللي بيتفرجوا بس في بالك، ده مش يعني 85 مليون مصري ليه يعني تويتر. يعني الوطن العربي قاعدين، انا بتكلم عن 85 مليون مصري، احنا تعدادنا 103 104 الموضوع فيه العالم العربي قاعد شاغل نفسه مين اللي هيدرب منتخب مصر. طب يمكن الهاشتاجات دي هتحل لنا بلاش العيله. طيب دي اشهر التغريدات الهاشتاجز تحديدا اللي بتتكلم الاسماء ايه. هتلاقي منتخب مصر طبعا كبير، هتلاقي حسام حسن مدرب للمنتخب، خد بالك من الهاشتاج ده. أيوة. عندك كمان حسام البدري، عندك كمان حسام البدري بيرشحوه تاني حسام حسن. لا بيتكلموا بقى من ضمن بقى قاله، ما انت بتتكلم على مجموعه الاخبار نفسها. تمام. هتلاقي كلام على المنظومه الرياضه، وهتلاقي كلام على شيكابالا، وهتلاقي كلام على عاجل، وهتلاقي كلام على محمد صلاح لانه قال امبارح تغريدات على حسام حسن. محمد. اوكي تعالى بقى نبص على الكلمات نفسها وانا عايز بنشوف الاعلى التغريدات. الكلام نفسه اقاله المنظومه الرياضيه الفاشله هاشتاج ده رقم 2 على مستوى التحليل كله، وكتير جدا بامانه اقاله المنظومه الرياضيه الفاشله في كتير من التغريدات غير يعني الناس العاقله دي. وعندك حسام حسن مدرب المنتخب في كتير وحسابات كتيره، وعندك كمان الكلمات منتخب وحسام وحسام البدري وكابتن كمان إيهاب جلال. إيهاب جلال إيهاب جلال. لو سألتني إيه أكتر أسماء المدربين اللي تداولوها الناس أقول لك حسام حسن، إيهاب جلال، فايلر كمان، فينجادا، عندك كمان مارتن اسمه إيه مارتن يول. مارتن يول. أوكي ده حاجة. تعال نبص على الدول كمان، اكتر الدول مصر، امريكا، الامارات، السعوديه، الكويت، منطقيين بتهالي ما عدا امريكا شو. لا ده امريكا مشغوله جدا، ده بايدن كان بيناقش موضوع مين مدرب المنتخب ده في التلاتة. لا بس لا خد بالك انت عندك كم المصريين اللي عايشين هناك مش قليل، بقوا كتير زادوا قوي يا خيري في الكام سنه اللي فاتوا، يعني في ال10 15 سنه اللي فاتوا كم المصريين اهتموا. زي الامارات والسعوديه والكويت برضو المصريين المقيمين فيها مش عدد قليل. الحسابات ايه، الميديا والاشخاص اللي اهتمت بالتغريده عن المنتخب خلال 24 ساعه. حلل بقى الحاجات دي كلها. طبعا عندك ابراهيم سعيد رياضيه، وابراهيم سعيد، وزمالك النهراوي الهواري، ميدو جدا. طب نشوف الميديا. هقول لك معلومه في الاخر. اليوم السابع، سكاي نيوز، العربيه، الاهرام. بالك انا لفت نظري ايه بقى، ان انت عندك نصهم مش مصريين طبعا، نصهم كمان يعني انت عندك الجزيره مباشر، وبدات الجزيره مباشر مؤخرا تهتم بالحاجات اللي هي السياسيه. القناه العربي اوكي، الروسية، الروسية ورصد الشروق، الوطن، رصد دي ما تحطها ليش تاني. لا انا مش بحطها دي. ارقام. وانت لازم تحلل عشان تبقى عارف الناس دي بتفكر ازاي، وهم خد بالك بداوا شويه يرحلوا من مسافه السياسه لمسافه رياضه وفن، ان الاخوان داخلين في كل حاجه وادواتهم داخله وبتركز وعايزه تكون موجوده طبعًا. لانك لما تجيب الناس بالرياضه طبعًا. تعرف تجيبهم في حاجات تانية. دي الملاحظه الثانيه. طيب الملاحظه الثالثه كمان، ان في بعض الحسابات كانت نايمه لمده تقريبا 7-8 شهور، اختفت تقريبا من اخر نوفمبر 2020. وده مرتبط باي حدث بقى بتاع نوفمبر؟ مش اقول. ايه ده تاني قول لي. جزء كبير جدا من الحسابات اللي عملت التغريدات دي كانت موجوده وفاعله حتى نوفمبر، نهايه نوفمبر 2020. في إيه اللي حصل؟ في شخصيات او شخصيه تم حجبها عن المشهد الرياضي، بعديها حسابات كتيره جدا نامت، صحيت تاني. مش هتكلم اكتر من كده. وفي الهاشتاج بتاع اقاله المنظومه الرياضيه. ايوه ماشي، مش هتكلم اكتر من كده. طيب نبعد بقى عن الرياضه والمنتخب، وان كان عندنا كام خبر رياضي حلوين برضه مربوط كمان. طيب هنا جوده بتشط ده هاجي لي. طيب بس هنا جوده بطله التنس، ثلاث سنين كانت ترند لسببين، عملت ماتش حلو جدا تنس الطاوله، بس عشان نبقى نعمل. تنس الطاوله. اوكي هي 13 سنه والبنت بقى لها فتره كبيره تقدر تظهر على ترند، ومشروع بطل اولمبي عظيم. هي كفرق يعني منتخب مصر مش دي بتاع الاهلي؟ البنت الصغيره المميزه دي بطل على اسطوره التنس الطاوله غالبا. بالظبط. لا ده بنت جباره في اللعبه. النهارده لعبت ماتشين، ماتش مع دينا مشرف ودي بطله اسطوريه في التنس في مصر وكسبتها، ثم لعبت مع الهضيبي، مريم الهضيبي، واتهزمت منها. الاثنين بقى من الاهلي، لكن اللي احنا عايزين نقوله ان هنا جوده انا في اعتقادي مشروع بطله لازم نشتغل طبعًا عليها. طبعا باريس 2024 ولوس انجلوس 28. يلا نيجي للاولمبياد بقى. ده دي ميداليه جاهزه. زميلنا كريم سعيد كاتب عليها اهو.
التاريخ والتوفيق معجزة. معجزة هي معجزة فعلا بنت في السن ده لا. تسجل رقم قياسي تاريخي غيره. عندنا على يوتيوب كان في ترند اللي علاقة بالمزيكا، أحمد كامل ومحمد حمائي موجودين ومتصدرين الترند. أحمد كامل رغم الفرق بينهم بتاع 20 سنة بس موجودين على الترند، وأحمد كامل من المطربين الصاعدين وهو عريس جديد يعني بتاع سنة. الأغنية بتاعته اسمها على عيني، والأغنية بتاعت عرض مستمر اسمها عرض مستمر، وأغنية حزيني اوكي عشان بس ايه بقى عشان ما يدخل إيه. لا انا اسمعي بس عشان ما تقوليش ايه عمرو دياب ايه القصه بتاعت عمرو دياب وحكي لي حكايه 34 دي الله يخليك، لاني طول الوقت عماله بقول ليه يسمي ماركه او حاجه حاجه خاصه بيه هو 34 عمرو دياب الناس منبهه يقول لي الموضوع. طب عمرو دياب عامل ايه؟ عمل هو بقى له فتره بيعمل بيوت وبرفيوم وحاجات زي كده. النهارده اطلق خط ازياء ملابس مع امازون، لا على امازون لا هو الخط الازياء بتاعه على اسمه أمازون. 34 وفي منتجات تي شيرت وشورت وحاجات. السوشيال ميديا علقت على ايه؟ على الاسعار. هم اللي بيقولوا مش انا، الاسعار مبالغ فيها، ما ينفعش اجيب يعني برضو بنفس حاجات زي تومي وبولو ورالف، يعني برضو لازم يعني ايه ابقى واخد بالي من الاسعار، فالاسعار مبالغ فيها جدا يا عمرو. والناس كانت حاسه انها المفروض تبقى اخف من كده، غير بقى ان كل الازياء صيفي وكل الازياء عايزه واحد يكون بتاع جيم يعني زي وزيك دول. هو بيخاطب زي الجمهور. لا كات ايام مفيش اللي هو شتوي. لا يمكن عشان حضرتك هتلبس شتوي وعرق خلاص انت مش موجود. انا بلبس شتوي بلبس صيفي بس بس في حتى في الشتاء لا جنب بيتي جنب بشوفه يعني انت عارف الافلام الامريكاني اللي هو تلاقي الدنيا بتمطر وانت لابس شورت وكات وقاعد في البيت ما تفهمش ليه بس يعني عشان البيت مكيف. طيب 34 سالتيني ايوه ليه المركز اسمه 34؟ عملنا ده سن عمرو دياب بحث تقريبا يعني بس مضروب على يقال على حسب مصراوي ان ده تاريخ سنه ميلاد والدته 34. اوكي احنا عندنا خبرين ليك. لا طيب. احنا مطربين ملائكه الرحمه عندنا ملائكة الرحمة وعندنا فيديو وعندنا هاشتاج كمان اسمه مهتم بالكتب، ده برضو هاشتاج بقاله فترة ومنتشر ومحمد هنيدي كتب عنه وعابد واكتر من فنان اتكلم عنه واكتر. طيب خد معلش عشان معانا على التليفون طيب. عم سيد. عم سيد ايه قصة عم سيد؟ عم سيد بدأ يعمل فيديوهات ليه علاقة بالمزيكا والغنى بس على ادوات من الخرد، يعني حاجات زي دي لما بنشوفها بره. طب تعالى نشرح للناس بالفيديو يشوفوا اللي ما شافش يشوف معانا بيعمل ايه. عم قصه عم سيد واداء وعزف ما شاء الله حب الحياه كمان. يا عم سيد يا عم سيد ايه الحلاوه دي يا عم سيد؟ حلاوتك يا ايه الصوت الحلو وايه العزف الحلو وايه ده ايه ده؟ منورنا يا عم سيد. ربنا يخليك يا باشا ربنا يخليك. يعني مصر اتفرجت عليك وعجبها اللي انت عملته، عجبها حبك للحياه وغناك واستخدامك للطشت والجردل علشان تعمل مزيكا. ما تعرفنا عليك اكتر يا عم سيد، مين انت؟ بص حضرتك انا راجل ارتقي على باب النار. كلنا كده يا عم سيد. بتشتغل ايه يعني؟ بتبيع خرده؟ بشتري خردة. طيب بقيت معروف في المنطقة؟ عربية محترمة. انت بتغني للناس مثلا والناس هي اللي قالت لك صور ده ونزله ولا الموضوع جه ازاي؟ لا ده انا حضرتك انا بلم خردة وبروح لراجل بيشتري يعني خردة. الراجل اكتشفني وانا عمال بدفن كده، انا على طول بدفن وانا ماشي بالعربيه كده اجيب اي حاجه اطبل عليها على العربيه مع شايفين. فجي الراجل اللي انا بديع له دوت ربنا يكرمه وهو الاستاذ ميسر عبد الغني. فقال لي ايه رايك نصورك وننزلك؟ قلت له صورني. فحصل ايه؟ يعني فطول البدن بنانا كده مع نفسي. طب ما فكرتش عم سيد ان انت تستخدم اكتر من اداه؟ يعني احنا شفنا بالطشت بالجردل بحله بكذا نغمه يعني تخبر الادوات. عليكم السلام ورحمه الله. عرفنا انك صوتك حلو انت كمان يا محمود صح؟ طبعا. طيب احنا مش هنحرم نفسنا ان احنا نسمع صوتك مع انت بتشتغل مع بابا يا محمود؟ حاضر ماشي. بتشتغل مع بابا يا محمود؟ انا هو كان ماشيين كده واحنا رايحين الشغل بنبنزل مع بعضينا كده. طب يلا سمعونا. ماشي.
اي حاجه. هو دفع للدنيا ولازم الفراق، ولازم الفراق مكتوب. دنيا ضروره ودنيا فانيه، والقدران الخلاق. ليه يا دنيا ليه خدت يا حبيبي ليه؟ خدت يا حبيبي ليه وانت فيني وحدي عايش وحالي ببكي عليه؟ اتنين وانا اتكلت. ده صوت محمود؟ ده محمود الله يسلمك. لا احنا لسه بنقول بنحب الحياه، تقول لنا الدنيا غروره وفانيه، ينفع كده؟ ما دي بقى ده الفرق ما بين نظره عم سيد ومحمود، بس بشكل او باخر لا في شجن. صوتك حلو يا محمود جدا والله، بس ارجوك غني لنا حاجات متفائله المره الجايه زي ما يا عم سيد. عم سيد كان بيغني لنا. ايوه. نفسك في ايه يا عم سيد؟ يعني ايه اللي لما بتقعد تفكر كده بتقول لو نفسي؟ الو. ايوه سامعك. انا نفسي بحب الناس، واللي انا عايزه ان الفضل ربنا، يعني الفضل يرجع لربنا والمعلم احمد ابو حماده اللي هو وصلني لكده ووصلني ليكوا، والاستاذ ميسرة عبد الغني. يا والله الناس حبيتك يا عم سيد، الناس حبيتك وحبت يعني اغنيتك. بشكرك يا عم سيد على بساطتك حتى طبعا. في الامنيه، امنيه غاليه قوي، غاليه مش بسيطه احد طبعا. حب الناس طبعا. ده فاحنا بنحبك، ربنا يديمه عليك، وبنشكرك جدا يا عم سيد، وبنشكرك يا محمود الجمال. في اللي زي عم سيد الشعب المصري هو ده اللي يعرف المفتاح. قال لك حب الناس. حب الناس هي اللي ترجمه. لا انا توقعت انه هيطلب حاجه، يقول عايز عربيه الف بيها، يعمل كذا، عايز موتوسيكل. لا هو عايز حب الناس. كتر خير، بنشكرك جدا. شكرا. شكرا لكم، واتمنى يعني اكون خفيف عليكم، ما اكونش تقلت عليكم باي اخبار. هو قال ان انت هتصالحنا، انت صالحتنا الحقيقه، يعني صالحتنا بكل الحاجات الحلوه اللي انت جايزتها لنا. استاذ محمد هاني اللي هيجيب لنا شوكولاته النهارده. طب عشان لازم نطلع للحوار هستاذنكم اقول لكم بس، وانا رايح للقاء السيد الوزير في مقر الوزاره في قصر فخيم جدا، قصور تاريخيه. مراتي قالت لي عايز اقول لك حاجه، خليك بالراحه على الوزير. قلت لها ليه؟ قالت لي انا في جروب المامز بتاع المدرسه، انا نفسي بشوف الناس والامهات بيقولوا الكلام ويقولوا عكسه، مش عارفه هم عايزه ايه، عايزين ايه. يعني يقول لك يقعدوا العيال في البيوت ليه والعيال قاعدين، مفيش تعليم كده. يقولوا نروح المدارس، فترجع الامهات تقول حرام عليكم يروحوا المدارس، كورونا والعيال هتموت. طب اذا حد جاله كورونا فاللي ياخدوا قرار يقول لك طب وقفوا المدارس ليه؟ فتقول لك مفيش قرار، مش يعني احنا هم مش عارفين عايزين ايه، بيعترضوا بس. لما قعدت مع السيد الوزير كان عندنا مشكله في الحوار بصراحه، ولما كنا بنتكلم في التليفون قبليها وبنتناقش، مشكله الوزير انه طول الوقت بيتكلم على انه ينفذ سياسه الدوله. انا مش جاي، انا مش طارق شوقي جاي اعمل سياسه وحمشي يجي غير يعمل سياسه. هذه خطه الدوله. لو انا انشغلت بمدرس فاسد او موظف فاسد او مدرسه خدت اقل من الاجر، وانا عندي مشروع ضخم، مشروع كبير لتغيير التعليم في مصر، ان الثانويه العامه ما تبقاش ثانويه عامه، مش هتبقى كده، هتبقى سنه من السنين، انك عامل مع وزاره التخطيط خطط علشان تطلع اللي محتاجه السوق بالفعل، ان احنا كوزارات مع وزاره التعليم العالي العدد بتاع الجامعات هيبقى شكله ايه. لما شفت مستوى الكتب بتاع سنه رابعه وان يبقى معاك الكتاب، انت بتقول افضل او بمستوى المدارس الاجنبيه؟ لا افضل بكتير. ده انت بتاخد الفيل بتاع دي اسمها ايه اللي تعملها كده، تروح عامله لك كيو ار. ها الكيو ار. تروح شايف الفيديو اللي انت بتقرا عنه. المناهج معموله مع ناشونال جيوغرافيك بطريقه انك تفكر وتبتكر وتكتب في الكتاب. الكتاب هو كل حاجه، مستويات فخيمه جدا. لما نبقى من سنه كي جي 1 مستوى التعليم اختلف لحد رابعه ابتدائي، والسنه اللي بعدها هتبقى خمسه ابتدائي،
وستة ابتدائي احنا بنتكلم في سنوات قليلة جدا، يعني سنتين وثلاثة وثلاثة، بنتكلم في 8 سنين. 8 سنين هيبقى عندك جيل مختلف اللي داخل الجامعات، مستوى مختلف تمام. وانت بتواجه ده محتاج 240 ألف مدرسة، محتاج مليارات علشان تبني، محتاج بتقول عندي أزمة في التعليم فعلشان تجيب مدرسين محتاج مليارات علشان تدي مكافآت الحد الأدنى 1200 جنيه. حاجات كتير جدا، أزمة كبيرة للي بيفكر، كل واحد فينا بيفكر من وجهة نظره هو. سؤال صغير، أنا بس كأب حالي. أنا كولي أمر أنا بفكر في مصاريف المدرسة وبفكر في الكتب وبفكر في الزي، ومعاك حق محدش يقدر يلومك، لكن الوزير بتاع السياسات بيعمل حاجات تانية. طب نحل ده ازاي؟ نحل المشاكل. في حياتك الصحفية قابلت أنا في اعتقادي أكتر من 7-8 وزراء تعليم. أوكي، وأنت يعني بقالك ما شاء الله مش عايز أقول أيام الدكتور فتحي سرور. الفرق ما بين دكتور طارق شوقي والوزراء اللي أنت قابلتهم، مع احترامنا كلهم ليهم؟ إن الوزراء التانيين كانوا بيبقوا فريش جدا وأنا رايح أقابلهم، الدكتور طارق شوقي كان مجهد جدا جدا لدرجة صعب عليا، بيقول لي أنا ما بنامش. يبقى انا هقول دلوقتي حاجه، انا عندي 8 مليون ورقه بس في امتحان، انا 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 فصعب عليا جدا، لكن التحيه ليه وللدوله، لان ده مشروع كامل هنتحمل شويه، هيعمل موقع تقدر تدخل لمشكلتك مباشره، في تطوير هيقابل. انا عارف ان في مشاكل كتير مش هتتحل دلوقتي، هتاخد وقت، لكن مع الوقت هتتحل. صحيح. يبقى اللي نقدر نقوله لكم ان احنا ما رحناش لا علشان نتهم ولا علشان نمدح، مش ده كان الهدف اللي رايح بيه خيري، احنا كنا رايحين نفهم، وبالفعل قدرنا نفهم حاجات كتيرة جدا، ومن حقكم أنتوا كمان تفهموا مشروع التعليم الكبير اللي بيتعمل في مصر دلوقتي، بالإضافة لأسئلتكم اللي سألتوها ووصلت لنا، وكانت أسئلتكم محل اهتمام كبير جدا، تسمعوا الإجابة عليها. آخر فقرة معانا النهاردة هي الفقرة اللي سجلها مبارح خيري مع السيد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، دلوقتي هنشوفها مع بعض ونقابلكم إن شاء الله يوم السبت الجاي الساعة 9 مساء حديث القاهرة أنا وخيري، وبكرة بإذن الله معاكم زميلنا العزيز الأستاذ إبراهيم عيسى. اهلا وسهلا بحضراتكم، زي ما قلنا لكم النهارده عندنا لقاء هام جدا، لقاء مع مسؤول عن 24 مليون طالب في التعليم العادي، مسؤول عن 3 ملايين طالب في التعليم الفني، وبالتالي تقدر تتخيل ان كل فرد من دول عنده اسره فيها 4 افراد مش 5، يبقى بنتكلم عن 100 مليون. عندما تكون مسؤولا عن صناعه المستقبل، عن صناعه الفكر، هدفك هو تنفيذ سياسة دولة تسعى إلى تعليم متقدم، إلى صناعة وبناء مستقبل أجيال مختلفة عن أجيالنا والأجيال اللي قبلنا اللي تعلمت في ظروف صعبة، وتجد نفسك في النهاية وأنت تفكر في تغيير كتاب مدرسي، في تغيير طريقة تفكير مدرسين وتأهلهم، في بناء مدارس في ظل ظروف صعبة جدا، وتجد نفسك دائما عرضة للهجوم. عندما تفكر أنك كنت دائما مسؤولا ومفكرا تسعى إليه المؤسسات الدولية لتستعين بفكره وخبراته لعمليات التطوير، وأنت غارق حتى أذنيك ليل نهار قيد تساعد وتصنع مستقبل جديد، وتكتشف أنك مطالب بالرد على مصروف مدرسة وعلى خناقة صغيرة وعلى موظف فاسد وعلى مدرس لم يلتزم، وأمامك مشروع ضخم. تعالوا لنرى كيف يواجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كل هذا وهو يبني في إطار دولة وفي إطار رئيس حريص جدا على بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة تليق به سواء كانت تعليمية أو حياتية. ازاي تقدر تعمل ده في ظل الضغوط دي كلها؟ اهلا وسهلا يا معالي الوزير. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك سياده الوزير. بعد من 2017 ومنذ توليك الوزاره كان عندك مشروع، وهذا مشروع دوله، مش هقدر اقول انه مشروع وزير، دوله تسعى الى بناء تعليم حقيقي. هل نجح الدكتور شوقي في تنفيذ سياسه الدوله؟
سؤال صعب يعني يسيبه لناس تانية تحكم عليه، إنما هو المشروع الحقيقة بدأ من قبل كده من 2014. يعني احنا بنتكلم على الدولة، القيادة السياسية في الدولة يعني وعلى رأسها السيد الرئيس، هدفه زي ما حضرتك وصفت بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة بجميع نواحيها، فكان التعليم والصحة والحياة عموما بما فيها بقى السكن والوظائف والعمل والبطالة كلها جزء من البناء الجديد. الكلام ده طرح في الأول خالص سنة 2014، والمداولات في هذا الوقت خرج منها ان احنا محتاجين نعمل حاجات كتيرة جدا اللي حضرتك شايفها بعد كده في السبع سنين اللي فاتوا. احنا جزء بتاع التعليم كمحور من هذه المحاور، نعم، بناء الإنسان هو اللي بنحاول فعلا نحطه على الأرض، بس زي ما حضرتك شرحت الصورة الكبيرة فعلا معقدة، وبنحاول نحل مشاكل تراكمت كمان عبر سنوات طويلة جدا في كل الأمور اللي بنتكلم فيها. كان أهم المشاكل إيه علشان نقدر وإحنا مع السادة المشاهدين عشان نشركهم؟ حضرتك دايما كانت المشكلة إن إحنا بنتكلم عن المجتمع المصري كله، ما فيش بيت ما فيهوش حد بيتعلم، فإحنا عايزين نشركهم معانا وما تبقاش المسألة إن عايز ابني ينجح وخلاص، فلازم يفهموا هي كانت إيه المشاكل اللي حضرتك داخل عليها. لا يعني إحنا في أول يوم دخلت فيه هنا الوزارة كان في عجز في المباني المدرسية مثلا، ناقصنا 250 ألف فصل. 250 ألف عدد هائل. الفصل بيتكلف حوالي نص مليون جنيه، فلو احنا حسبنا 250 ألف فصل دول يكلفوا كام؟ فوق ال 100 مليار. لو لقيت الأراضي يعني وكان عندك قدرة تبني كل ده. مشكلة واحدة بس، المناهج ما كانتش مبنية بشكل متناسب مع العصر ولا بيطلع المهارات اللي احنا عاوزينها، وطريقة بنائها كلها كان فيها يعني إشكاليات. الثقافة اللي ترسخت مدة طويلة جدا ما هو التعليم وما هو الهدف منه وربطه بدخول الجامعة عمل، غير المفهوم بحيث انه بعد وقت كنا بنفخر فيه بامتلاك المعرفة في الخمسينات والستينات ونتكلم على الكتب اللي قريناها والشعر اللي حافظينه ومواضيع اللي عارفينها، لا دلوقتي الاهتمام اتغير خالص بقى الى يعني صراع كبير جدا عشان اجيب درجة. نسينا خالص فكرة التعليم والمهارات ومش مهم، مهم اوصل للنقطة دي وحقق الهدف. ده كان محتاج، ده اصعب المشاكل اللي هو الفكر الخاص بما هو التعليم وما انا عاوز ايه لابني، عاوز له درجة ولا عاوز له مهارة، عاوز له يبقى عنده فعلا قدرة يتنافس مع واحد ياباني واحد صيني واحد ألماني يبقى زيهم واحسن منهم، ولا باصص بس هنا تحت رجلي على مقعد في الجامعة قد لا يؤدي إلى نفس النتيجة دي. عندنا عجز في المعلمين، سوء توزيع في المعلمين كبير جدا، نقص في تدريب المعلمين ده من أول يوم، قضايا في المشاكل حوكمة المدارس الخاصة والدولية، دي كده مجموعة مشاكل تحط قدامك. عدم ربط التعليم الفني بسوق العمل، مستوى الجودة في المدارس وفي العملية التعليمية وفي التقييم، إشكاليات كثيرة، تعدد أنواع التعليم، قيمة الشهادة بتاعتنا بالنسبة للشهادات الأخرى، موقعنا على الجدول العالمي بتاع جودة التعليم كان في نقطة يعني الحقيقة ما مش سعداء بيها أول ما ابتدينا. دلوقتي هل اختلفت النقطة دي؟ ده بياخد وقت على فكرة، إنك تبني وتطلع في التصنيفات دي بياخد سنين، بس احنا طلعنا في هذه التصنيفات مثلا 30 أو 40 مركز، فده شيء كويس ولسه أملنا أحسن من كده، احنا عاوزين نطلع أكتر من كده. بس بناء الإنسان من المشاريع اللي ما بتتخلصش بنفس السرعة اللي ممكن تبني بيها طريق أو مدينة حتى من رغم صعوبتها، بس طبعا زي تربية الطفل لازم تستنى زمن كافي يعني. بس برضو عشان نبقى عارفين مع بعض يا أستاذ خير، أنا قبل ما أكلم حضرتك كنت بشوف بس بقرأ الأرقام، في دول احنا بنقارن بيها دايما وكنا طول عمرنا نقول يا بصوا التعليم في فنلندا، بصوا التعليم في سنغافورة، بصوا التعليم في اليابان. فنلندا اللي كانوا معانا امبارح الحقيقة كان السفير الفنلندي ومؤسسة كبيرة قوي في فنلندا مشتغل معهم في التعليم الفني والتعليم العام، فنلندا كلها فيها 800 ألف طالب في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي. احنا مش بنتكلم على نفس الحجم من المشكلات،
مع فرق الامكانيات يعني هم بداوا امكانياتهم اكبر امكانيات اعلى والاعداد مثلا لا تقارن. تقدير الخاص ان العقبات اللي بتقابل حاجه كانت زي التابلت رغم ان التابلت وسيله مش غايه خالص ولازم نفهم هو كان ايه الهدف من التابلت. الهيصه اللي حواليه بتاخد النظر عن المجهود والمشروع الحقيقي اللي بتقوموا بيه. التابلت هنا كانت وسيله عشان اساعدك يبقى عندك مهاره اللي ناوي يقيسها في الامتحان بقى. نعم. بتاعت الفهم والتحليل والتطبيق كان لازم تذاكر بطريقه جديده ومن مصادر بتنمي المهاره دي. طب احنا عملنا كمان المصادر وعملنا بعد كده قنوات في التلفزيون وبعدين عملنا قنوات بث مباشر وبعدين عملنا منصات فيها مراجعات واتحنا حريه اختيار المصدر الملائم ليا والاداه اللي هوصل له بيها وعملنا الشريحه بخمسة جنيه في الشهر والدخول بيها على مواقع التعليميه ببلاش. يعني حاولنا مفيش بعد كده حتى الطرق ولكن الدوشه كلها على التابلت تابلت تابلت تابلت. مش دي القضيه. احنا عشان نوصل ل 3000 مدرسه فقدت الطالب نفسه الثقه فيه. هو ما حطش الضوء على الحاجه المهمه اذاكر بقى ازاي وانمي المهاره دي ازاي والامتحان ازاي. احنا الدفعه اللي هي في الثانويه العامه دخلت في 2018 احنا بقالنا 3 سنين بس في الثلاث سنين اتكلمنا على التابلت وعلى السيستم اكتر ما اتكلمنا على الهدف الامتحان. فالولاد ما استفادتش من الثلاث سنين كانت مشتته. حد بيشدها من دراعها للدروس دروس يعني الفكر القديم. ايوه المشكله في الدروس ان هي بتديك المهاره اللي كانت في الامتحان القديم وليس الجديد. فكان تضيع للوقت والفلوس والمهارة. عشان كده كان الامتحانات صادمة للبعض اللي وقف عند الفكرة القديمة وما طورش نفسه. ما هو صادمة عشان أنا بقالي سنتين مش راضي أسمع. مجلس الشورى خذلك مع الوزير؟ لا هو الحوار كله صحي في الآخر والاختلاف في الرأي صحي. يمكن الصورة ما كانتش كاملة واحنا بنعمل الحوار ده. احنا كنا بنقدم حل متكامل على فكرة. الامتحانات دي بالمهارات دي تتطلب بما ان احنا غيرنا اسلوب القياس بعض التغييرات في قانون اتعمل سنة 81. يعني قانون بيحط نمر للنجاح مطلقة يقولك من 50% وبتاع. كلام ده مش مفروض يبقى في القانون. كلام ده من سلطة المختصين بالتقييم. نعم. مش في القانون. يعني ما نثبتش الرقم ما نثبتش ان انا هعمل نموذج واحد من الامتحان ومتهيألي ان هو ده تكافؤ الفرص. ما احنا حفظنا الكلام ده. ايوه طب هو امتحان التويفل موحد في العالم؟ السات موحد؟ الاي جي موحد؟ الحوار ده كان محتاج اكتر من جوله وهنعمله تاني بس. ودلوقتي الناس هي اللي بتطالب بما كنا نطالب به مجلس الشيوخ فمتهيألي هم ممثلين عن الناس برضو. ف ان شاء الله نوصل لحل افضل واحنا ماشيين بس ده كله طبيعي على فكره. نعم. والحوار طبيعي والانتقال من 30 سنه الى حاجه مش هيحصل في الليله يعني. بس يمكن الفايده الوحيده للكلام استاذ خيري هي شرح احنا بنحاول نعمل ايه. احنا بنحاول نساعد الولاد. كان الاسهل لاي لو واحد خايف من المسؤوليه اللي حضرتك حكيتها في الاول المرعبه دي ان احنا ما نعملش ما ناخدش المخاطرة ما ناخدش وكنا هننجو من كل هذه الاتهامات. دلوقتي مبتدئين من الحضانة كمان بالتعاون مع التضامن الاجتماعي. كتب اللي وريها لحضرتك هي البناء الأساسي عشان ننسى التابلت بقى. أيوة. استثمار مصر الأول هو بناء نظام التعليم المصري الجديد منذ نعومة أصفار الطفل. ده هيبدأ من الحضانة. بدأ اوريدي وموجود في المدارس لمن لا يعلم يعني عشان في ناس كتير بتقول ابتدوا مع الأطفال. احنا ابتدينا من 2018. السنة دي هذا التطوير وصل للصف الرابع الابتدائي. وأوري حضرتك. طيب خلونا هنوريكم حاجة لأول مرة تتشاف وهي مبهرة بجد. هتشوفوا مستوى مناهج رابعة ابتدائي وازاي اتطورت من كي جي 1 ووصلنا لحد فين. كتب عالمية بجد. كتب مع ناشونال جيوغرافيك تعاون تام. بتقدر تدخل وانت بتقرا تتفرج على الفيديو اللي قدامك واللي مكتوب عنه الطالب مشارك. خلونا نسمع مع الوزير بيشرح لنا بيقول لنا ايه. طب
الخيري دي كده صورة من وراء الكواليس يعني. أيوه. الكتب دي كلها كتب هي الاستثمار بتاع مصر الأول وبناء نظام التعليم المصري الجديد. أيوه. وده احنا ابتديناه من سنة 17 ونزل على الأرض رياض الأطفال لحد أولى ابتدائي لو افتكرنا سنة 18. أيوه. النهاردة وصل الكتب دي من كي جي 1 لحد تالتة ابتدائي وموجودة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. بس عاوز أوري الناس إيه اللي جاي. تعال نشوف اللي جاي من السنة دي. مع إن لسه ما اتكلمناش عليه خالص. اللي جاي في رابعة ابتدائي اللي هي القطر التطوير وصل لرابعة ابتدائي. أيه. فتخيل حضرتك إن ده مثلا شكل الكتب او الغلاف. بس دي الدراسات الاجتماعيه بتاع رابعه ابتدائي. بتاع رابعه ابتدائي هيبقى شكله كده. هو لما يتطبع هيبقى هيجي في الصوره الصغيره دي. هيبقى كده طبعا نموذج صغير. ده انا شايف ناشونال جيوغرافيك. ناشونال جيوغرافيك شريك في بناء ده مع مركز تطوير المناهج. احنا مش بنروح نجيب من عندهم كتب جاهزه. احنا بنستغل خبرات المؤسسات الدوليه دي انها تعمل لنا على اطار عام المناهج المصري تفصل لنا منهج بالمزورة اللي احنا بنديها لهم. أيه. فبنستفيد من معرفتهم في طرق التدريس. يعني مثلا ده الدراسات الاجتماعية بس بشكل بقى مبتكر جدا. هنا بنوري الولاد هنا بيشرح ازاي هيمشي اسلوب التدريس واسلوب التعلم. ده بيتبع محاور اربعة هي اساس تصميم المناهج الجديدة. المنهج متعدد التخصصات وبيرتبط بتجارب الطلاب الشخصية وجواه لأول مرة بقى في النظام الجديد هندخل التكنولوجي. احنا من أول رابعة ابتدائي بيبقى فيه نسبة بتبتدي تخش بقى نسبة 50% بيشوف هنا وهنا. قبل ما انسى عاوز أوري الناس ان احنا عملنا كتاب سلسلة بدأ من أولى ابتدائي غير كتب الدين بالإضافة إلى كتب الدين الإسلامي والمسيحي. أي. في كتاب مميز اسمه قيم واحترام الآخر بيبتدي من أولى ابتدائي. ده المشروع الشخصي للرئيس عبد الفتاح السيسي. ده السيد الرئيس مهتم بيه جدا. تنمية شخصية الأطفال وانتمائهم اللي بتيجي من تعليمهم الأخلاقيات العامة وكمان اللغة العربية. جودة والتعلم اللغة العربية مع أي لغة. احنا بنعلم إنجليزي أهو من كي جي 1 نعلم إنجليزي. زمان كنا بناخد إنجليزي. أنا خدت إنجليزي في أولى إعدادي. لا دلوقتي إنجليزي في مدارس الحكومة من كي جي 1 من اولى ابتدائي. اولى ابتدائي بيبتدوا بكتاب وفي مستوى الاصلي ومستوى اعلى مع تعلم اللغات القيم واحترام الاخر بنفس الفلسفه وبنفس المسطره اللي اتعمل بيها كتب العلوم والرياضيات والدراسات. نفس الشيء بنعلمهم هنا من خلال قصص شخصيات بيرتبطوا بيها عبر السلسله بتمثل كل الاطياف الاسمر والطويل والقصير وال أصحاب الهمم. نتكلم على المصابرة والرحمة والإتقان والاحترام واحترام الآخر بس مش بشكل خطابي. أيه. فده جزء من البناء اللي معمول. طبعا احنا ما بنحطش الضوء على ده كتير انما ده بالنسبة لنا الاستثمار الأهم والأكبر. واضح ان هو ده المشروع. ده المشروع اللي حاليا واحنا بنتكلم عدد الطلاب اللي من كي جي 1 لرابعة ابتدائي الأجيال يعني اللي هيبقى في إيدها الكتب دي وبتتعلم بالشكل ده فوق العشرة مليون. فوق العشرة مليون موضوع العدد اللي عندك ما شاء الله. في المرحلة دي في المرحلة دي عشرة مليون. فإحنا معنيين قوي بالثانوية العامة والدرجة والربع درجة بس الاستثمار يا جماعة هنا. وده اللي عايزينه لازم يكمل لآخر الخط. لازم رابعة دي تيجي وراها خمسة وستة عشان نكمل ده ونبقى عارفين إن ده الكرة بقى في ملعبنا. المناهج دي على مستوى دولي زيها زي اللي بيتدرس في أي دولة من اللي احنا بنقارن بيها. الفرق في ان احنا المعلم يقوم بدوره زي ما دليل المعلم بيقول ولي الأمر يبقى فاهم ده منهج جديد دي فلسفة جديدة. مفيش الحفظ والامتحان. في أهالي جت لنا في الأول كانت مستاءة جدا ازاي مفيش امتحان. احنا بنخلص بنحرر الولاد من ده. سيبه يتعلم ويشتغل في الفصل ويكتب في الكتاب لان هو ده بنبني شخصيته وبنخليهم يشتغلوا مع بعض. طرق التقييم كمان مختلفة. مش في النظام الجديد مش هيبقى التقييم بالطريقة القديمة اللي احنا حافظينها. ايوه ورقة امتحانات مش بنقول لهم ده شاطر وده خايب وده بنبعد خالص عن ده. بيبقى عندهم ثقة في نفسهم ويحبوا ييجوا ويتعلموا وييجوا المدرسة ويلعبوا ويكتبوا في الكتاب. ده هو الهدف. فلازم احنا كلنا نتشارك نبقى فاهمين ايه الهدف ونساعدهم عليه.
ده كلام رائع جدا. استاذن حضرتك نرجع نكمل حوارنا بقى، ده شيء رائع جدا 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 يدعو للتفاؤل يعني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في حديث القاهره. نواصل حوارنا مع معالي الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني. قبل الفاصل مباشره شفنا مع بعض شكل الكتب لحد رابعه ابتدائي، ما هذا المستوى العظيم ده هيقودنا الى ايه. وبعتذر لكم ان احنا يعني عرقانين شويه او مكشرين شويه لان المبنى اثري مفيش تكييفات، وانا يعني بشكر الوزير وبعتذر له ان احنا قعدناه في الحر ده كله. لا بس يعرفوا لو كشرنا احنا مكشرين من الحر مش من الموضوع مش من حاجه تانية. لا انت لازم تفرح يا دكتور باللي انت عامله. والله المستوى اللي احنا شفناه بالنسبه للكتب والناس شافوا العظمه بتاعتها معانا دلوقتي، عندي شويه حاجات صغيره انا عارف في اطار المشروع الكبير تبدو انها اشياء صغيره ولكنها تهم الناس. اول حاجه اعاده التصحيح للثانويه العامه، الناس منتظره اكتر من 2 مليون تقدموا بطلبات لاعاده تصحيح اوراقهم. ما هي المؤشرات وماذا تعني النتيجه اللي هتقولها لي؟ لا احنا شرحنا والله كتير وعملنا فيلم على فكرة عن موضوع التصحيح، خدنا الكاميرا جوه مركز التصحيح عشان نوري الناس لانه جديد ازاي بنقرأ البابل شيت وازاي بنضاهي ده بنموذج الاجابة بتاعه وازاي لو الولد شطب بنتيقن. عشان سألتني 400 بيعملوا ايه، استقبال 8 مليون ورقة وتوضيبهم ارقام الجلوس وبتاع عشان نحط كل حاجة، عاملين كنترولات جوه مكان مركزي بنوزع فيه الورق بالمحافظات وبالمواد وكده، وبعدين بتدخل السكانر وبعدين بعد ما بتتصور بتطلع الصوره دي على الشاشه. في شخص هنا بيجي مش بيصلح ولا اي حاجه خالص بس بيتاكد ان عشان الكمبيوتر ما يغلطش، الولد ده شاطب الاجابه ما يحسبلوش الاجابه الغلط، في شخص بيشوف لو كان الكمبيوتر هيتعثر في دي بنحطها له بايدنا. نعم. واللي هو قصده به مش قصده جيم، شاطب على جيم. بنعملها بشخصين غير بعض في مكانين غير بعض، وفي مجموعه من نفس الاوراق بتتصلح مع مجموعه ثالثه يعني عشان نيجي لنا كذا نتيجه ونقارنهم ببعض. المجموعه الثانيه بتصلح نفس ما هو ديجيتال ايمج يعني او صوره الكترونيه من الاجابه، بنبص عليها نتحقق منها عشان كل اللي كانوا خايفين لو انا شطبت اجابتي، بنعمل ده من حكمين غير بعض. أيوة. ولو اختلفوا في حكم تالت. كل ده حصل قبل التظلمات، قبل ما نعلن النتيجه خالص. طيب بعد التظلمات وعملناها، خدنا منها عينات كل يوم نعملها بالايد صلاحها بالايد وحاجات، والباقي الكمبيوتر هو اللي بيجمع ويطرح ويعمل كل حاجه. فطبعا احتمال الخطا منعدم، ومع هذا لما طلعت النتيجة لأن شكلها مختلف عن ما اعتدنا عليه. نعم. اللي كان طول عمره بيجيب 90 لقى نفسه جايب حاجة و70، فشك إن لا ده في غلطة مش عندي، غلطة في التصحيح، غلطة في الامتحان، غلطة في أحد كتير شافوا كده، فراح قال طب شوفوا لي ورقتي أنا شاكك. نحاول نقول له هو مفيش حاجة تتشاف يعني، هو احنا بنتحقق في فوق حته في الورقه فيها الاسم ورقم الجلوس وكود الاختبار، دي بتتراجع بال 400 نفر دول. ايوه. واحده واحده ورقه ورقه، وده اللي خد الوقت. طبعا لو كنا على التابلت ما كناش عملنا حاجه منه. كان طلع في يوميها. ايوه. ولكن عملنا ده والورق موجود في كنترول. وفي التظلمات اللي طلعت يعني قريب من ساعات، الورق الاجابه بتاع الطلاب بيروح لهم لحد بيتهم. 2.5 مليون ورقة. الورقة بعد ما تتصحح بتروح للبيت؟ هنبعت له ورقته اللي عليها خط ايده. اكتر من 2 مليون واحد تقريبا؟ اما تعبنا فيها جدا عشان نريحهم. في حاجتين، النتيجة اللي كان زمان بيجيب بطريقة الأسئلة القديمة وطريقة القياس والأوزان 90% ممكن يكون جايب 75 دلوقتي. أيوه. فمش عاوزين الأهالي يعنفوا الولاد لأن ده إخفاق يعني. لا. ده عادي خالص بدليل انه دخل كليات بدليل نزول التنسيق. نعم. وان الناس دخلوا طب بكام ودخلوا هندسه بكام وحقق اهدافه. أيوة. فخلاص ننسى الارقام اللي هي مبالغ فيها. فجزء كبير منهم قدم تظلم بس ما بقاش يهمه. هو كان بس خايف في الاول، لما لقى التنسيق كده خلاص. التنسيق احنا عدنا النظر في 2 مليون ورقه لم يكن فيهم خطا واحد.
الاتنين مليون ورقة يعني اللي قدموا تظلم مفيش خطأ واحد. ما هو ده متوقع. متوقع. ما الخطأ هيجي من حاجة واحدة، حاجة بشرية الوحيدة اللي هي الورقة دي مش بتاعت الطالب ده. طب ازاي حصل ان الطالب كان واخد صفر في اللغة العربية ثم حضراتكم اعلنتوا بعد كده انه واخد تقريبا 65% بعد كده؟ ده ولد واحد في مصر. أيوة. مشكلته ملهاش علاقة بالتنسيق خالص. أيوة. بالتصحيح قصدي. طبعا طريقة العرض في السوشيال ميديا ليه هدف واحد. أيوة. نشكك في التصحيح. الواقع بقى الولد وهو موجود وطلع وشكر الوزارة وسعيد جدا، الولد كتب الإجابات كلها، ولا هو شاطر، نمره كلها عالية جدا. الصفر ده لفت نظرنا، فهو جه الشؤون القانونية يا جماعة أنا خدت صفر بالسنة، عمل إيه بقى؟ هو ملا بابل شيت، وقرب نهاية الامتحان ما كانش عاجبه أنه شطب كتير، وكان يخشى ان الشطب الكتير ده هيخلي التصحيح الالكتروني يتلخبط يقوم ياخد نمره وحشه. ايوه. فقال ادوني لو سمحتوا بابل شيت فاضي ابيض فيه اجاباتي يعني. ايوه. ما لحقش بقى، سحبوا منه الورقه بعدها بدقيقتين، فكان مالي اجابتين. فالورقه الراجل في اللجنه خد الاجابه القديمه رماها، دي غلطه، رمى القديمه باعتبار انه اداله واحده جديده. ايوه. لما عمل كده الولد جات لنا اجابته الفاضيه. فالكمبيوتر صحح اللي جاله فخد صفر. فالكمبيوتر ماشي صح. نعم. مش شايف الورقه. رحنا جبنا رئيس اللجنه وعرفنا فين ايه اللي حصل، فين الورقه اللي الولد كان مالي. قال والله ما حطيناهاش في الورق اللي جالكم. طيب دي غلطه ايه؟ اتعاقب بقى، اتجازى الناس اللي طبعا عمل كده. طب الولد مش ذنبه بقى، خلاص نعمل فيه ايه؟ قلنا له والله بص، في غياب الورقة التانية الدليل الوحيد، القانون بيسمح لك بحاجتين، يا تدخل دور تاني بدرجة كاملة، تعيد الامتحان بدرجة كاملة، او تختار انت متوسط درجاتك في بقية المواد. فالولد عشان درجاته عالية اختار متوسط، اختار درجة متوسط، فطلع 64.5. قال انا راضي بالنمرة دي. فدي قصة خاصة جدا، لو شفت حضرتك اتعرضت ازاي بقى. الحق طفل واخد صفر ما هو كل حاجة يعني، نتكلم على مئات الالاف من الطلاب. نفس الطريقة حضرتك دي. حضرتك قلت لي لو حد كمان بعد التظلم عايز يتظلم تاني ويجي بنفسه ويشوف ورقته. احنا عايزين نريح الناس، هو بنتأقلم كلنا على شيء جديد. زمان التصحيح كان فيه عنصر بشري، كان فيه 120 الف واحد أساتذة أفاضل بس بيتعبوا جدا، بيشتغلوا ملايين الورق، فممكن سؤال يفوت منه وهو بيجمع يغلط. فكان في فعلا اخطاء في بعض الاوراق في الجامعة، فما كناش بنناقش تقدير الدرجه. ايوه. دلوقتي مفيش العنصر ده. فاللي بيصلح حضرتك عارف البابل شيت مجرد ما هو الاجابه يا صح يا غلط، هي يا بصفر لو غلط، يا بواحد او اتنين لو صح حسب مستوى الصعوبه، بس مش نمره ثالثه. الكمبيوتر بقى على طول بيعملها وبيجمع، فمفيش اخطاء. الأخطاء في حاجة واحدة، مش ورقته. أيوة. أو الورقة دي مش متصلحة على نموذج الإجابة المقابل ليها. بنعرف ده إزاي؟ بمضاهات كود الاختبار اللي مكتوب على الورقة. ده اتعمل مرة واثنين وثلاثة. طيب لو الولد برضو لسه في يراوده شك، بنقول له والله إحنا ما عندناش مانع، أهلا وسهلا، تفضل تعالى، بس المره دي بقى الاولاني كان مجاني، دلوقتي هتدفع 300 جنيه في الماده عشان الناس الجاده فقط تيجي، وعلشان ده جهد كبير جدا هنطلع له الورقه من وسط 8 مليون ورقه في الماده دي، ونشوف ونحط له عليها نموذج الاجابه ويعد بنفسه يعمل ويجي مع ولي امره. ما فيش اكتر من كده بصراحه. ما هو احنا مطمنين للنتيجه، بس عايزين يطمنوا معانا بس مش طيب مع الوزير. مصاريف المدارس الخاصه والحديث دائما عن تلاعب، بعض المدارس بتطلب مبالغ خارج المصاريف المعلنه وبتاخدها كاش من الناس، مدارس الشراكه لما ناس كتير عرفت ان انا جاي اقابل حضرتك بلغوني ان هناك مدرسه في التجمع الخامس وحد دخل على التليفون بياخدوا مبلغ من 13 ل 15000 في محل تجاري خارج المدرسه، واذا كان عاجبكم والا مش هناخد الاولاد. هذا النوع من المشاكل ومصاريف المدارس حضرتك شايف الناس تعمل ايه؟ في وسيله اتصال؟ في شكوى؟ اقدر اشتكي ازاي في وزاره التربيه والتعليم واجد استجابه؟ لا بص، هو يعني في مشاكل احنا بنحب كل المشاكل بنحاول نحلها من الجذور بصراحه. حضرتك بتتكلم على منظومه كبيره جدا اسمها المدارس الخاصه والدوليه. ايوه. بانواعها.
في مدارس شراكة، في مدارس تم، في مدارس ياباني، في مدارس النيل، في مدارس دولية طبعا أمريكاني وآي جي وكنديان وإنترناشنال بكالوريا وليسي فرنسي كل ده، وفي مدارس خاصة وفي مدارس تجريبية لغات، في كل دي بفلوس. والمشاكل دي بتستنزفنا السنة كلها، مش هينفع نشتغل بالطريقة دي، كل واحد عنده مشكلة ونطلع على فيسبوك ونعمل دوشة كل واحد لوحده، ما هو مش لاقيين وسيلة للشكوى. لا والله احنا ما حضرتك لو سمعنا بعض يعني لازم برضو يعرفوا حجم اللي احنا بنعمله كبير. فصعب انك انت تقدر كل واحد كل مشكلة فردية نعمل فيها كده. والدبلومة الامريكية عندهم قضاياهم، وده عنده قضاياه، والاي جي عنده قضاياه كله. ايوه، وفي وسط كورونا كمان. بس احنا عشان يطمئنوا بنعمل هيكلة، الجهاز الاداري للدولة كله بيحصل فيها هيكلة، اعادة هيكلة للوزارات، من ضمنها التعليم. نعملين ادارة مركزية جديدة اسمها التعليم بمصروفات، عشان تلم كل ده في بلطقة واحدة. وهيبقى في داشبورد هنعلن عنها قبل العام الدراسي، يعني حاجة هيدخلوا عليها كده هيلاقوا مثلا 30 مكان نضغط عليه حسب نوع المشكلة. انت فين مشكلتك؟ فين مدارس ياباني؟ اضغط هنا. مدارس الشراكة اضغط هنا. مدارس النيل اضغط هنا. مدارس الانترناشنال بكالوريا. وهنعمل لكل واحدة حد من قيادات الوزارة مسؤول عن مشاكلها يرد على الناس كده. هيبقى في نمر او وسائل اتصال، مش بقى نبعت لبعض على تليفونات. نعم، خلال وقت قد ايه؟ قبل العام الدراسي. العام الدراسي 9 اكتوبر، قبل العام الدراسي ده هيكون في الفتره اللي جايه. لكن لحد هذه الفتره اللي عنده مشكله مع مدرسه بتاخد فلوس، حضرتك ما تقلقش تليفوناتنا يعني مش بننام. بس انت حضرتك بتشتبك بنفسك وبترد بنفسك وبتدخل في تفاصيل. الناس دلوقتي بقت تتعدى كل الحواجز وتوصل للوزراء والنواب ما ده في ضوء اللي احنا بنعمله. حضرتك هتركز على بناء منهج جديد ولا على كل مشكله فرديه؟ انا مش عاوز ادفع لا حد تاني من الوزاره يتولى هذا الجزء. حضرتك هو القضيه ذات شقين، يعني اذا امرت ان تطاع فامر بالمستطاع. اولا الناس بيبقى عندنا اتجاهين، يعني ممكن انا يبقى طلبي معقول، ممكن يبقى مبالغ فيه، وممكن انا ابقى اخترت مدرسه وبعدين بناقش في المصاريف مع اني يعني اقتضيتها. لا يعني مدرسه الشراكه حضراتكم علمتوا من 4 ل 8000 جنيه ل 10000 جنيه الشراكه دول، بس عشان ما تاخدش مننا حيز. هي بتبقوا 10 مدارس مثلا يعني او اقل كمان، لسه مبتديه. فدي حاجه صغنططه جدا تهم ناس قليله، ومع ذلك هنبص فيها. انما في المستقبل عشان ما نقدرش نعمل ده على طول، هنحسم القضيه دي تماما وهنقفل باب الشكاوي كله ان شاء الله. نقفل الموضوع خلاص. ده مع بدايه العام الدراسي. العقد شريعه المتعاقدين، هنعمل عقود واضحه والفلوس في البنك، ومن يخل بيها عقوبته كذا، وده عقوبته كذا. وترخيص المدارس من اول ما تبقى فكره لحد ما تبقى مرخصه، يدوس فين ويروح فين. هنحوكم ده زي ما عملنا التحول الرقمي في المناهج، نعمل التحول الرقمي في التعامل مع المدارس الخاصة والدولية. بس اللي دخل ولاده هناك يلتزم باللي اتفق عليه. تمام. وما يجيش لما تيجي كورونا يقول ادفع ولا ما ادفعش. الفصال برضو مش كويس. هو في طرفين، فلازم ابقى عادل، يعني في مصلحة لصاحب المدرسة ومصلحة لولي الامر. ما ينفعش نجور على بعض. ونعامل كل القضايا بالخناق والصوت العالي والاستغاثة. ممكن الصوت العالي مش هيضيف كتير، هو احنا ممكن نعالجها بالمنطق وبالحلول. أيوة. احنا بنقول للناس احنا هنعمل الحلول، الشكاوي تروح فين ويترد عليها امتى، وفي نفس الوقت تبقى شكاوي معقوله، يعني ما نبالغش في اننا نستنزف بقى بكل انواع الطلبات، يعني اللي لينا واللي مش لينا كمان. انا في النمر مثلا في التظلمات ممكن يقول لي طب مثلا بس عندي نمرتين عشان اخش طب، ده مش ضمن القانون بقى. نعم. معالي الوزير، سؤال الاخير، انا عارف ان حضرتك عندك مواعيد كتير، هو ابناء معالي الوزير اتعلموا في مصر ولا بره مصر؟ لا انا الظروف ان ولادي اتولدوا بره. بس جينا مصر، كان الولد في عنده كام سنه بقى، عنده 14 سنه، كان في حوالي في الاعداديه. والبنت اصغر باربع سنين، كانت في حوالي 5 ابتدائي او 6 ابتدائي. كملوا بقى في مصر في مدارس دوليه، لان هم ما كانوش بيعرفوا عربي في الوقت ده. كنت حريص جدا اعلمهم عربي. فكان الاول ابتدوا في مدارس دوليه، وبعدين حولوا مدارس
حكومية أو يعني مدرسة عربية، وكملوا بقى الدراسة الجامعية بعد كده. في جامعات خاصة ولا جامعات حكومية؟ لا ابني كمل أونلاين بالكامل ودرس ماركتينج وكده، وبنتي درست علوم الآثار والحفريات والغاوية المسائل دي في إنجلترا وفي مصر. طيب إذا تكلمنا أخيرا عن إن إحنا عندنا تطور كبير في التعليم، إمتى أبناء الأثرياء هيبقوا حريصين إن ممكن جدا يدخل ابنه مدرسة حكومية؟ قدامنا كم سنة تقريبا؟ عدد التحويلات اللي من مدارس دولية إلى مدارس عادية أو مصرية كبر جدا السنة دي، يعني نقلة كبيرة جدا. ده عشان الظروف المادية والتكاليف. لا المدارس غير. ده جزء بس في جزئين، انه الاهالي الواعيين اكتر اللي بيذاكروا شويه وعرفوا الكتب الجديده شكلها ايه وكده، بقوا يدوروا على مدارس بتدي المنهج المصري الجديد بس بجوده معقوله. نعم. فبقى في احتياج لنوع من المدارس مناسبه ماديا وبتدرس المناهج المصريه اللي هي بقت تقارن اللي هي الجديده اللي في السنوات الصغيره بالمناهج الدوليه، فما بقاش في سبب وجيه ان انا اروح مدرسه دوليه، خصوصا المدارس المصريه بترسخ الهويه واللغه العربيه والاخلاقيات بتاعتنا، وده شيء معظم الاهالي عاوزينه. يعني مع الوزير بعد التطوير الكبير اللي احنا شايفينه ده ولحد سنه رابعه ابتدائي هذا المستوى، امتى بعد كام سنه هنقدر كل واحد قادر حتى يتمنى ان يدخل ابنه المدارس الحكوميه؟ انا اذكر والدي كان مهتم جدا ان انا ادخل مدرسه حكوميه، وكانت دي يارو في الوقت ده المدارس الخاصه دي كانت حاجه عيب، فاحنا قربنا من ده. طبعا لازم جهد كبير قوي يتبذل، في ناس كتير قوي غيرت السنه دي من مدارس دوليه الى مدارس بتدي الشهاده المصريه، وده جزء. ده طبعا كان في جزء مادي، في جزء مادي من الاسباب خصوصا في وقت كورونا ده حاجه، بس كمان الاهالي اللي كانت مطلعه على ما يحدث في تطوير التعليم في المرحله دي كانوا بيبحثوا عن مدارس بتدي المنهج ده، لانه فعلا على نفس المستوى زي الغرب ومصري وبيرسخ اللغه وبيرسخ الاخلاقيات وكده بس باسعار معقوله، ودي بقى مجموعه المدارس بنحاول نبنيها دلوقتي، بنعمل مدارس بأسعار معقولة جدا تؤدي هذا الغرض، وأعتقد نجاح النظام المصري الجديد أنه يستقطب ولادنا كلهم ويديهم شهادة يفخروا بها في مصر وبره مصر إن شاء الله. بشكرك جدا معالي الوزير على وقتك وعلى معلوماتك القيمة، وبنتمنى لحضرتك كل خير، وبنتمنى لمصر كل خير. التعليم والصحة كانوا هدف المصريين طول عمرهم، فالحمد لله بدأنا وبدأ التعليم يتطور وبدأ عندنا جيل جديد هنبتدي نشوفه إن شاء الله. رغم كل المشكلات مصر شغالة على أكتر من جبهة، شغالة في البناء، شغالة في الحجارة، وشغالة في الإنسان وفي تربية الإنسان وفي عقل الإنسان وصحته. بشكركم، دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة وحلقتنا هذا الأسبوع. غدا سيكون معكم زميلي العزيز الكاتب الكبير الأستاذ إبراهيم العيسى، ونلتقيكم السبت إن شاء الله. مصر بخير طول ما أنتم بخير. صباح الخير.